كده السكرين شيرد. اه تمام، شغال يا دكتور. تمام، اوكي. انتوا بتعملوا ريكوردينج من عندكم؟ اه في ريكوردينج شغال على التيمز. اه طيب، تمام، اوكي. بسم الله. زي ما قلنا، هنتكلم النهاردة عن الايزومتريك والاكسانومتريك واللاي اوت. واللاي اوت ده هنبقى في الاول هنقول يعني ايه لاي اوت، وبعد كده بقى الجزء التاني اللي قلت لكم هنتكلم عنه باستفاضة اكتر، تفاصيل ازاي اعمل لاندسكيب. والمثال اللي احنا يعني اللي هنتكلم عليه اللي هو لو فيلا، حاجة ريزيدنشال، ممكن تبقى ايه الاليمنتس اللي انا محتاجها في اللاي اوت بتاعي في فيلا مثلا. هنبدأ بالايزومتريك بروجكشن. طبعا انتوا عارفين الايزومتريك وبترسموه، بس سريعا كده، ان انت الاول بيبقى بتعمل زاوية قايمة، بتبدأ تعمل ده. احنا دلوقتي اللي هنتكلم عليه ده لو انا هعمل ايزومتريك لكيوب، ففي زاوية قائمة ببدأ على الخطوة التانية اللي هي باللون الأحمر دي، بيبقى فيه خط، ده اللي هو طول الضلع بتاع الكيوب بتاعي. بعد كده الخطوة التالتة هتبقى بالمثلث على زاوية 30، هتبدأ تاخد الضلع ده يمين وشمال بنفس البعد بتاع الضلع بتاع الكيوب بتاعك. ممكن تقفلوا المايكس. وبعدين بنبدأ ان احنا تطلع هنا بقى على زاوية قايمة، تاخد ارتفاع بنفس طول ضلع الكيوب. فهيبدأ تقدر تعمل تاني خط عمل اللي هو الجراي الخفيف ده، هو موازي لده. وبعد كده بتقفل الكيوب بتاعك اللي هو تاخد تاني من الخط العمل اللي هو الجراي اللي انت عملته ده الخفيف ده زاوية 30 تانية، وزاوية 30 تانية تقفل الكيوب بتاعك. طيب، تعالوا بقى كده نشوف سريعا الفرق بين الايزومتريك والاكسنومتريك. في الايزومتريك بيبقى 30 30 زي ما احنا شفنا في المثال اللي فات. الاكسانومتريك بيبقى 45 45. وفي اكسانومتريك بيبقى 30 60. انا شخصيا يعني بحس ان انا عيني مرتاحه اكتر في الايزومتريك من الاكسنومتريك. الاكسنومتريك بيبقى ال 3D مقلوب كده، فمش بيبقى مريح، مع ان انت احيانا بتبقى محتاجه علشان توضح حاجه معينه او كده، ولكن في الطبيعي المريح للعين اكتر الايزومتريك. هنتكلم عن اللاي اوت. يعني ايه لاي اوت؟ حد فيكم عارف؟ يا شباب المهندسين، حد معايا؟ الفيو لو بصينا من فوق خالص هيبقى عامل ازاي؟ ايوه، الفيو لو بصيت من فوق خالص، يعني انا راكب طيارة وشايف المبنى بتاعي،
أو العصفورة يعني، وهي فوق كده خالص بتبقى شايفة المبنى بتاعك إزاي. طيب يعني أنت بس إيه يعني بتبص عليه بشكل عمودي تماما يعني. طيب ده لاي أوت لفيلا. طيب تعالوا كده نحلل كده، احنا شايفين ايه يعني؟ احنا شايفين ان في من ناحية اليمين كده ان في عربية، في جزء باللون الجراي ده اللي هو ان في اسفلت يعني، الماتيريال بتاعتي اسفلت، وبعدين هو لف حوالين النافورة دي، وكده في هنا على فوق على اليمين خالص في برجولة بيركن تحتها العربيات. طبعا هنا السكيل كبير شوية عن المثال اللي انتوا هيبقى معاكوا هتشتغلوا عليه، فمسطح الأسفلت كبير قوي، ويمكن يكون هنا واصل علشان ممكن يكون عايز يوصل للمطبخ لو في خدمة لو في حاجة. لكن بصفة عامة في أي مشروع بتشتغلوا كده، أما بتزيد مسطح الأسفلت عندك في اللاندسكيب بيبقى مش حاجة لطيفة قوي يعني. يعني كلمة اسمعها وانساها يعني، كل ما قدرت إن أنت تقلله بيبقى أفضل، وتزود المسطحات الخضراء. طيب في عندنا هنا الفيلا نفسها، إيه اللي ظهر عندي؟ شفت أنا البرجولة اللي في العالي خالص اللي هي في أعلى نقطة في الفيلا، شفت الإسقاط بتاع سور بتاع السطح اللي هي دروة السطح. انتوا عارفين كلمة دروة يعني ايه؟ سمعتوها قبل كده يعني ايه الدروة؟ اه اللي هي السور بتاع السطوح. ايوه. فبيبقى الإسقاط بتاعها بيبقى باين. المفروض إن دي البرجولة هنا دي في دور اللي هو يعني second، يعني إحنا عندنا دايما بنقول إيه ground first second. والبرجولة اللي تحت دي فوق البلكونة في الفيرست، ودي برضو برجولة في الفيرست. أيا كان تفاصيل الفيلا دي ما يهمناش، بس احنا بنقول احنا شايفين ايه. لو في مثلا، بس هنا مش واضح، لو انت مثلا هيبقى عندك لو في سلم في اللاندسكيب مثلا، في هنا ممر، في ممكن يكون مثلا، هنفترض ان هنا في سلم مثلا أو سلم بيدخل على مكتب، بيدخل على ممكن يبقى، لو احنا بنفترضنا ان هنا المطبخ ممكن كان يبقى فيه مثلا سلم على جنب هنا كده يعني. أقصد ان الحاجات دي كلها وارد قوي. عندك هنا ده مدخل البيت، وهنشوف بعد كده في اما هنيجي نشرح اللي هي التفاصيل بتاعت اللاندسكيب بتاع الفيلا الريزيدنشال يعني. ده هنتكلم عن الالمنتس اللي هنشتغل عليها. عندك هنا السويمينج بول، في هنا في هنا قعدات، الزرع، الشجر، الحاجات دي كلها، الكلام ده هنتكلم عنه بالتفصيل قدام في السلايدز الجاي. ده اسمه لاي اوت، ده برضو لاي اوت. طبعا هنا واضح ان هو ممكن يكون مبنى عام، في سطحات للباركينج كتير وواسعة، وطبعا باين الشجر وباين المداخل ودروة السطح وكل ايه التفاصيل دي. ده برضو مثال تاني.
هنا برضو ذروة السطح باينة. البرج بتاع السلم شايفينه ده؟ ما هو دايما، ما انتوا بترسموا سلم دلوقتي صح؟ مش السلم وصل لغاية السطح فوق، ففي في الأوضة بتاعت السلم اللي هي اللي قافلة عشان مية المطر ما تنزلش في السلم نفسه، على السلم نفسه. ف بتترسم في لاي اوت والحاجات كمان بتاعت اللي هي يعني اوضه السلم، وفي كمان الاسانسير، لو في اسانسير برضو بيبقى بيظهر في اللاي اوت عندك. فهنا مثلا في المثال ده باين هنا اللي هو اللي عليه اكس ده، يقصد ان هو عامل النهايه بتاعته هرميه كده، وممكن يبقى سكاي لايت، ممكن تبقى دي سوليد او ازاز، يعني مش واضح. هنا زهرة الشجر، هنا مثلا في فناء داخلي في المبنى ده، الشجر والتبليطات اللي جوه الفناء باينة، سلالم باينة. الانديكيشن ده يعني الرموز دي معناها رامب. عارفين يعني ايه رامب؟ يعني منحدر. اللي هو عشان العربية تتحرك عليه، او ممكن ان المشاة يتحركوا عليه، والميل بتاع الرامب للمشاة بيبقى اسمه واحد بيبقى الميل بتاعه 1 لـ12، لكن العربيات بيبقى 1 لـ8 أو 1 لـ10. دي معلومة اسمعها، هتبقى بعد كده بتشتغل بيها أو حتى دونها دلوقتي. يبقى الرامب بتاع المشاة البيدستريان بيبقى 1 لـ12، أما للسيارات بيبقى 1 لـ8 أو 1 لـ10. حد هيسألني يعني إيه 1 لـ12 ولا 1 لـ8 ولا 1 لـ10؟ يعني معناها الواحد لـ12 يعني أنت هتمشي، كل ما تمشي 12 متر بتطلع رأسيا 1 متر، لكن العربية تمشي 10 متر أو 8 متر وتطلع 1 متر. لو رسمتوها هتعرفوا يعني ايه ان معنى كده ان الميل هيبقى أكبر للعربية لأن هي فيها موتور فجهدها أعلى، لكن الواحد لـ12 ده مريح أكتر، يعني اللي ماشي ماشي براحته. ف سوري. وطبعا احنا ده بالنسبة للمبنى. طب احنا شايفين الشجر، شايفين الممر، شايفين المدخل من على الشارع، يعني شايفين هنا، يعني هنا العربية دخلت من على الايه، من الشارع، مشيت هنا اهي، وبعدين هنا في رامب منحدر يعني، ودايما السهم بيبقى في اتجاه صعود المنحدر، يعني ده كده معناها ان هو نازل، يعني هو لو جاي كده ماشي بالعربيه يعني نازل، لان سهم السلم او سهم الرامب دايما بيبقى في اتجاه الصعود. دي قاعده تتعلمها وتفهمها. فانا لو انا ماشيه بالعربيه في الاتجاه ده يعني انا نازله، لكن لو انا ماشيه كده يبقى انا في اتجاه الصعود لان انا في اتجاه السهم. انا لو جاي كده يبقى انا نازله من على الرامب ده. طيب نزلت هنا، هنا بقى بطلع تاني، يبقى انا ماشيه كده في اتجاه الصعود، يبقى انا بطلع تاني، وهنا ابقى كده خرجت من الارض بتاعت المشروع. فانت اللاي اوت بيبقى كاشف كل التفاصيل بتاعه اللاندسكيب، بتاع تنسيق الموقع بتاعك.
ولو في اكتر من مبنى في الارض بيبان، يعني مثلا هنا هتلاقي ان هنا في اهو مبنى، المبنى التاني وبينهم فناء، في هنا مبنى صغير جنب المدخل، في برضو هنا اوضة كده في الاخر ممكن تبقى بتاع السيكيوريتي. ده برضو اسمه لاي اوت. برضو بيظهر فيه الكونتور، خطوط الكونتور. والشجر. دكتور ايه خطوط الكونتور دي؟ خطوط الكونتور هنتكلم عليها، اما يبقى عندك في مرتفعات، في جبل، في اكتر من، او في اكتر من ارتفاع. يعني مثلا هنعرف يعني ايه خطوط كونتور في السلايد اللي جايه، يعني ان الخط ده كله على ارتفاع غير ده غير ده غير ده غير ده. يعني هنا معناها ان الارض دي فيها مرتفعات. طيب انتوا ما خدتوش الخريطة الكونتورية خالص في الجغرافيا في ثانوي؟ ما عدتش عليكم في حياتكم؟ سوري، خالص ما شفتوهاش عمركم؟ طيب الخطوط دي بنسميها خطوط الكونتور، كونتور لاينز. هنا برضو اهو في برضو خطوط كونتورية، يعني معنى كده ان المكان ده فيه جبل، فهنا الليفل غير هنا غير كل خط الليفل مختلف عن الخط اللي بعده، يعني كل خط منسوب. تمام. وبنبين برضو في اللي اوت الضل اللي انتوا هتاخدوه مع دكتور عبير ان شاء الله. يعني هو من جزء من الشغل بتاعك في اللاي اوت ان انت ترسم الظل بتاع المبنى. حتى انتوا هتفهموا من الظل ان الدايره دي معناها ان ده عمود طويل، صح؟ معناها ان الشمس جايه من ناحيه الشمال من تحت على 45 كده، احنا عاملين على 45، معناها ان الكتلة دي اعلى كتلة، اللي هي المستطيل اللي بالعرض ده هو اعلى كتلة، لان الظل بتاعه اكبر ظل. فاحنا ليه بنعمل الظل في اللاي اوت؟ بيحسسك بان المبنى انت شايفه، انت حاسس بالعمق بتاعه، او يعني الظل بتاعه اللي رميه ده بيحسسك ان هو مين اعلى من مين، مين الليفل بتاعه اقل من التاني. فبتحس بأبعاد المبنى فمثلا هنا، ومثلا دي الحاجة المربع المستطيل ده رامي ظل، فهو مش عالي قوي، فهو الظل أما جه بس على إيه، على السطح بتاع الإيه، بتاع الكتلة اللي هو عليها. سوري، ده مثلا هنا اللي على الشمال تحت خالص ده معناها ان في حيطة بالارتفاع ده، تقريبا ارتفاعها اقل حاجة بسيطة من الكتلة اللي هي اللي عليها الماوس دي، اللي هي فوقيها العمود ده. فاحنا الظل هيبقى مهم جدا ان انت تعمله للاي اوت بتاع مشروعك. طبعا احنا لسه ما درسناش الظل، فاما هنسلم اللاي اوت ان شاء الله يوم الخميس بتاع احنا يوم الخميس ان شاء الله هنعمل اللاي اوت بتاع التمرين التاني اللي انتوا اشتغلتوا عليه الفرش، واللي انتوا رسمتوه في الاول خالص اللي هو assignment 2، نفس البلان.
هتعملوا له لاي اوت بتاعه، وهتحطوه في ارض انا مدياكو ابعادها، وهتحطوا المبنى في المكان اللي هيعجبكم، اللي انتوا كل واحد فيكم هيختار المكان اللي هيحط المبنى بتاعه فيه في الارض، علشان هو بعد كده هيعمل اللاندسكيب بتاعه بحيث ان يبقى فيه حديقة امامية وحديقة خلفية، ومش هنعمل ظل، هتشتغلوا رصاص. وإن شاء الله بعد الميد تيرم بقى هنبقى نكمل التمرين، هنشوفه في نهاية المحاضرة، متقلقوش، المواضيع بسيطة ولطيفة خالص. كل واحد بقى هيحس بقى إن هو مهندس بقى، وفكر بقى طب لاندسكيب بقى، طب أنا الفيلا بتاعتي دي أعمل لهم إيه بقى، حمام سباحة، لأ أعمل لهم قاعدة في الحتة دي، الكلام من ده. إحنا لسه هنتكلم عن الكلام ده بالتفصيل في السلايدز الجاية. طيب تعالوا بقى، إيه كمان لازم نبقى حاطين سهم الشمال. اي حاجه بترسمها، بترسم بلانات، ترسم لاي اوت، تحط سهم الشمال. لان انت لما بتحطش سهم الشمال انت احنا بننقصك، بس هو بعد كده ممكن يعمل لك مشكله في شغلك. احنا بننقصك دلوقتي عليها، لان ده ما ينفعش فيه بلان يتسلم او لاي اوت يتسلم من غير سهم الشمال. يعني طب انا يعني ده انا الفه ازاي يعني؟ ما هو انا معايا اللوحه اللي هو ده بالظبط، ايه علاقته بالموقع بتاعي؟ لازم سهم الشمال يتوقع صح، لان على اساسه انت بتشتغل بعد كده الديزاين بتاعك. يعني انا لما اجي اقيمك انت عامل لي مثلا ديزاين للبلان، وانت مش حاطط سهم الشمال، طب انا هفهم منين انت مثلا حاطط مين على الواجهه الشماليه؟ الريسبشن مثلا، انت حاطط ريسبشن واوض، طيب انا افهم منين انت حاطط الريسبشن في الشمال ولا حاطه في الجنوب؟ يعني انت فكرت صح ولا ما فكرتش صح as a designer، كمصمم. فحلقة في ودنكو، سهم الشمال ما فيش لوحة في حياتك تخرج من تحت ايدك مش عليها سهم الشمال. حتى بعد كده ما تشتغل الرسومات التنفيذية بيبقى في الخرطوشة كده على اليمين بتحط سهم الشمال، عشان الشغل ده يعني فين سهم الشمال بالنسبة، يعني ده في الأرض يتوقع إزاي. طبعا بعد كده بقى تفهموا في حاجة اسمها روبير وفي قصص تانية، بس أنا بتكلم سهم الشمال على اللوحة لازم يبقى موجود، لازم أبقى فاهمة البلان بتاعي ده هيتوجه في أنهي اتجاه على الأرض. تمام. الكونتور سايت توبوغرافي. طيب تخيلوا بقى معايا كده، يعني كل خط every point along this line is 1 meter above a common measuring point. يعني انا لو انا بقول ان الخط ان ده 1 متر وده 2 متر بعد كده 3 متر 4 متر، معناها ان انا كل مستوى من دول، تخيلوا معايا كده، يعني كل حاجة على اللاين ده بتبقى ايه مثلا، كل حاجة على اللاين ده هتبقى اتنين في المنسوب الاتنين متر، كل حاجة على اللاين ده هتبقى في منسوب الواحد متر. انتوا استنوا، انا حاسه ان انتوا مش متخيلين الرسمه دي، كأن انا قطعه، يعني شايفين ده مستوى اللي هو مكتوب عليه 1 متر، ده تخيلوا معايا كده ان ده الاتنين متر اللي هو ده الخط بتاعه، ودي كأنها هي أنا قطعت في المستوى ده كله. هو تخيلين دي مستوى 2،
ده المستوى بتاع الواحد متر، ده المستوى بتاع الاتنين متر، ده المستوى بتاع التلاتة متر. اهو يبقى كل حاجة على المنسوب ده هحطها في المشروع بتاعي هتبقى على التلاتة متر. دي كل حاجة على المستوى ده هحطها هتبقى على منسوب الأربعة متر، اللي هو احنا بقى ايه بنرسمها في البلان اهي. خط ده أربعة، تلاتة، اتنين، واحد، وده الزيرو. يبقى كل حاجة هتتحط، لو أنا حطيت البيلدينج في الحتة دي يبقى على بلس فور. ممكن يبقى نفس البيلدينج إن أنت بتقسمه على أكتر من ليفل، بس ده بتاع الكبار بقى على سنة تالتة كده مثلا، أو يعني تكون أنت تانية تالتة تكون أنت بدأت تحس بالموضوع. بس يعني مثلا أنا على التوبوغرافي أنا بدرس دلوقتي مشروع مع طلبة في سنة تالتة، بيشتغلوا مشروع بتاعهم على طريق الزعفرانة، فهو على طريق الزعفرانة قاسم اللي هو الجلالة، في بحر وفي جبل، فهو في جزء عنده على كونتور، مباني هتبقى على كونتور، وفي جزء على المية. يعني طريق الزعفرانة أو طريق الجلالة قاسم المشروع نصين، ففي جزء على الجبل في جزء على المية، فهو بيبقى عنده كونتور في المنطقة الجبلية، فهو بيجيب الخطوط الكونتور بتاعته علشان لما يبدأ يشتغل المشروع بتاعه يبقى عارف ان هو مثلا هيبقى لو بيحط جزء من المشروع في المكان ده هيبقى على ارتفاع 4 متر، هنا 3 متر، هنا على 2 متر، هنا على يعني كل دي تبقى 1 متر. كل يعني ده مستوى زيرو، ده مستوى واحد، ده مستوى اتنين، أو هي هنا واضحة أكتر، أربعة اهي، ده كله أربعة، كل ده تلاتة، كل ده اتنين، كل ده واحد، كل ده زيرو، اهو زي ما انتوا شايفين هنا. طيب او وفقا للاسقاط، لا يبقى ده الزيرو، ده الواحد، ده الاتنين، ده التلاتة، ده الاربعة. سوري، لا ده خط الأربعة، ده خط التلاتة، ده خط الاتنين، ده خط الواحد، ده خط الزيرو. طيب اللي كانوا بيقولوا لي مش عارفين يعني ايه كونتور كده، الدنيا وضحت اكتر. انتوا متخيلين ان دي ده اسقاط كأن ده دي مقطوعه، شايفين ال 3D اهو، يعني المستوى ده كله اتنين اهو، ده كل ده الاتنين اهو، ده كله مستوى واحد اللي هو على 2 متر. انتوا كده بدأتوا تتخيلوا يعني ايه خريطة كونتورية؟ تمام يا دكتور، بس انا عندي سؤال، بس هو احنا بنقيس منين؟ يعني بناخد الواحد متر ده منين؟ لا هو ده بيديك مثال، لكن احنا عادة اما بيبقى الخريطة الكونتورية دي بيبدأ يقول لك ان ده مثلا زائد كذا، دايما بيبقى بيقيس من على بيبقى فيه يعني الخرائط المساحية بيبقى يقول لك ده مثلا على ارتفاع كذا من سطح البحر، تمام. لكن احنا مثلا في الـ في الـ
بنيجي نشتغل في العمارة والمباني بتاعتنا، بنحسب كل حاجة في المبنى بلس كذا بلس كذا من الزيرو زيرو بتاع الايه بتاع الشارع بتاع الرصيف بتاع الشارع، يعني اللي هو انت الشارع زيرو اللي هو بلس اور ماينس زيرو. فانت لو طلعت 45 ثلاث درجات في اول لما بتدخل المبنى، احنا مفيش مبنى ما يبقى اقل، يعني ما ينفعش تقل عن 45 سنتي اللي هو ان انت عن ثلاث درجات، ف بلس 0.45 يعني 45% ثلاث درجات 3 في 15 ده بنبقى بنحسب من الزيرو زيرو اللي هو منسوب الشارع يعني. تمام، شكرا دكتور. عفوا. طب يا دكتور، هو كده الجزئية اللي تحت خالص دي هي الصفر في الرسمة اللي على اليمين دي كلها منسوبة صفر؟ ده مجرد مثال، لكن في الحقيقة في الخرائط يعني انت هتجيبي خريطة مساحية من هيئة المساحة بيبقى قايل لك ان المنسوب ده مثلا ان الخط ده بيرتفع كذا عن مثلا عن مستوى سطح البحر، فانت بتبدأي بقى تنسبي وتبدأي تشتغلي. لكن احنا في العمارة المباني بتاعتنا، لا المبنى بتاعنا لما بنيجي نحسب بنحسب البلس والماينس من منسوب الزيرو زيرو اللي هو منسوب الشارع. ايوه انا قصدي يعني انا مش هنفهم بس كل التقسيم عاملة ازاي، اللي تحت خالص ده الحتة الفراغ اللي تحت ده صفر، ولا الفراغ اللي فوقيه على طول هو اللي صفر؟ لا اشتغليها من فوق اهو، دي اربعة، يبقى كل المستوى ده اربعة، كل المستوى ده تلاتة، كل المستوى ده اتنين، كل المستوى ده واحد، وده المفروض الزيرو. دكتور خلاص تمام، شكرا. دكتور هدير سامعني؟ ايوه مين معايا؟ دكتور عبير. دكتور ازاي؟ صباح الفل. صباح الورد. اقول لك، هو ممكن يكون الحته اللي ممكن تبقى عامله كونفيوجن هنا ان هو اصلا الارض مايله، فهو عاملها ان هو كانه واخد، عارفه زي ما يكون عامل بلانز هوريزونتال كده، يعني كانه قاطع هوريزونتالي على ليفل 1 على ليفل 2 وهكذا، فهي الارض اساسا مايله، يعني هو مش مساوي مساطر، يعني هو الكونتور بيبقى انت عارفه طبعا، يعني اما هو الارض عنده مايله فهو عايز يورينا لما لو قطع على مستوى 1 هيطلع له كيرف شكله ايه، يعني هو قطع على مستوى 1 فطلع له كده، قطع على مستوى 2 فاللي هو الكيرف التاني ده، لما هي الارض كلها مايله، يعني هو الميول لاين يا اما بتتعمل كده عشان يوري ان الارض فيها ميول مش كده، يا اما ان هو يكون واخد بقى مساطب افقيه يعني، فهو اللي هو عامله ده عايز يقول لنا ان الارض مايله، او يعني ده في سلوب في ميل في الاتجاه ده، او فهو يبقى بيبين بقى الكونتور. وعلى فكره كمان هياخدوها في مساحه، انا مش عارفه هم ما خدوش مساحه ولا ايه لحد دلوقتي، مش عارفه المساحه بقى وضعها ايه في اللائحه الجديده، هم لما بياخدوها في المساحه بتبقى الامور سهله، يعني بتبقى دي ماده واحده علم وكده، فبتبقى تقبلها اسهل يعني. طب بدات الموضوع يتضح اكتر، هي يعني هم حتى مش يعني عارفه مش ضروري حتى تبقى يعني واصله 100% زي فعلا هيعرفوهم مساحه اكتر من كده، فهو يعني بس فاهمين فكره من كونتور لاين زي اما في ارض مايله زي كده، كانه قطع كانه عمال ياخد بلانز على مستوى متر فيبان له ايه بقى اللاين اللي هيقطع في الارض المايله دي فيطلع له الكيرف ده مثلا. طبعا الشاور عندي كانه قطع ليفل 2 طلع له كيرف تاني في الارض المايله وهكذا، يا اما ان بتكون الكونتور لاينز معناها مصاطب فعلا زي ما دكتور هدير قالت ان هو الكيرف ده نهاية مستوى أفقي وده بتاع مستوى زيرو بتاع مستوى 1 وهكذا يعني، فهي تحتمل الاثنين. وبرضه يعني حضرتك عارفة يا دكتور هديل مش
يعني ما تغلبوش نفسكم يعني فعلا في مساحه هتبان هما مش هيحتاجوا فيها. أيوة عشان قطع مايل مع حضرتك حق، فدي اللي عامله اللخبطه صح؟ عشان الارض مايله فهو بيقطع الهوريزونتال مرسي لإضافة حضرتك يا دكتور، مرسي لحضرتك كتير. باشمهندسين انتوا بدأتوا تفهموا الموضوع، يعني خلينا نقول ان دلوقتي افهموا ان في هنا معناها ان الارض هنا بتميل في سلوب بشكل معين، تمام؟ والمفروض ان انتوا تفهموا ده اكتر لما تشتغلوا في المساحة، تعرف يعني ايه خريطة كونتورية. هنا contour represent changes in topography in orthographic plan drawings by lines of common elevation with an understanding of contour lines the viewer can get a relatively accurate idea of the lay of the land from the two dimensional site plan. يعني عايز يقول لك ان انت الكونتور لاينز دي بتوضح لك انت بتفهم الارض بتاعتك من لما تشوف سايت بلان 2D، فهتبقى فاهم بالظبط يعني ايه اللي بيحصل، ان الارض مايله او لا. فبيقول لك مثلا equally spaced contours indicate a constant slope، يعني لما تلاقي الخطوط الكونتوريه دي المسافات اللي بينهم متساوية، ده بيدي indication إن في ميل ثابت. Widely spaced contours indicate relatively flat or very gently sloped land. الخطوط الكونتور لو المسافات بينها عريضة فده معناها ان السلوب بسيط خالص او الارض تكاد تكون يعني مستوية، يعني ميل بسيط قوي. اما لما تلاقي خطوط الكونتور قريبة قوي اللي هي closely spaced contours indicate steeper slopes، يعني لما خطوط الكونتور هتبقى قريبة قوي ده معناه ان الميل شديد. Contour lines are continuous and never cross one another. يعني ما ينفعش مش هتلاقي خط كونتور بيتقاطع مع التاني. طيب احنا بقى دلوقتي هنتكلم عن حاجة اسمها site plan. احنا اتكلمنا عن اللي اوت، طب اما اقول لك اعملي سايت بلان ده معناه ايه؟ ان حضرتك بتعمل الدور الارضي وحواليه اللاندسكيب بتاع الارض. باشمهندسين النقطه دي واضحه؟ لا هو انا مش فاهمه قوي، يعني لو في حاجات عاليه في اللاندسكيب دي هنقطع فيها برضو ولا يعني ايه؟ يعني احنا بنعمل بلان اللي هو قاطعين فيه على 1.5 مثلا، لو في حاجات في لاندسكيب حواليها شجره مثلا عاليه، هل ان احنا يعني اللاندسكيب بتبقى باينه كانها لاي اوت ولا بلان؟ لا في اللاندسكيب عادي بتبقى باينه انها لاي اوت، ما بتقطعيش غير في الدور الارضي بتاع المبنى او اي مبنى تاني موجود في الارض. يعني هنفترض ان انت في مبنى اخر في اوضه حارس مثلا جنب المدخل، فهتقطعي فيها برضو في الدور الارضي على مستوى الدور الارضي، ده بنسميه سايت بلان. يعني بتحطوا بلان الدور الارضي وحواليه الارض واللاندسكيب بتاع الارض عشان نفهم علاقه اللاندسكيب والتيرسز اللي موجوده حوالين المبنى، او لو في مداخل، لو مبنى عام او كذا او كذا، ايا كان استخدام المبنى علاقته بالفراغات اللي موجوده في الدور الارضي. فهمتوا يعني ايه سايت بلان؟ ده برضو سايت بلان زي ما انتوا شايفين كده.
احنا شايفين ان هنا ان الكيتشن فيه عليه في باب من الكيتشن بفاتح على التيرس. ان مثلا ممكن يكون بيخدم زي ما هنشوف بيخدم على منطقه بتاعه باربيكيو او زي ما هنشوف في المثال اللي موجود في نهايه المحاضره. طيب شايفين هنا العربيه وقفت فين ومدخل البيت فين؟ عرفنا هنا انت شايف اللي كانت تسالني اسمك ايه يا باشمهندسه؟ اروى. شايفه يا اروى اهو اوضه الحارس اهي او اين كان دي اوضه سكيورتي تقريبا مكتوب او اين كان هي ايه. المهم في اوضه تانية في مبنى تاني عندي في اللاي اوت، فاحنا برضو قطعنا برضو على في الدور الارضي حطينا البلان بتاعها، فده اسمه سايت بلان. ده سايت بلان لاندسكيب، وفي والدور الارضي، وهنا اهو ده الرامب. حد بقى يقول لي ده الرامب ده كده لو انا ماشيه انا جايه يعني انا جايه من بره هيبقى نازل ولا طالع؟ نازل. ايوه يعني انا اتجاه يعني انا كده بتحرك اهو بالماوس اهو كده يبقى انا نازله عكس السهم، لان السهم دايما بيبقى في اتجاه الصعود زي ما انتوا شايفين في السلم هنا اهو. السهم ده معناه ان هو ده اتجاه الصعود. في كمان في حاجه انا عايزه اقولها في البلان ده، في غلطه ان هو حاطط الاسانسير في بير السلم او في الفانوس بتاع السلم. ده اشتراطات الدفاع المدني، ده مش صح. هتقولوا لي يا دكتور العمارات القديمة في وسط البلد ما هو الأسانسير محطوط في بير السلم والدنيا كويسة وزي الفل. هقول لكم لأن عمارات وسط البلد الأسانسير جه عليها مش العكس. احنا دلوقتي بنبقى بنعمل بير للأسانسيرات، لكن ما ينفعش ان انا احطه عشان اوفر مساحة اقوم احطه في قلب السلم، ده مش حاجة صح. في حاجة اسمها سايت سكشن. سايت سكشن ان انت بتاخد قطاع في الارض بتاعتك، فبيبقى تبدأ تشوف مثلا هنا فوق واضح ان في تضاريس جبلية اهي، وفي المبنى بتاعي، فببدأ اشوف كل فراغ كل سبيس من السبيسز بتاعتي على انهي ليفل في الارض. وفي الحالة دي أكيد يعني معناها إن الأرض بتاعتك على كونتور، فأنت هتبقى في كونتور لاينز وهتبدأ تحط المشروع بتاعك وتوزع فراغات بتاعتك وفقا للكونتور لاينز بتاعتك عشان تتخيل، وتبدأ ترسم سايد سكشن عشان تتخيل مشروعك. وهنا اكتر من مثال للسايد سكشن. طيب هنتكلم عن اللاندسكيب بقى. في لاندسكيب اليمنتس عندك الشجر، دي اشكال مختلفه للاشجار انت ممكن تحطها، ممكن تكون هتعملها مجرد دايره وفي السنتر بتاعها محطوط، ممكن دايره ده شكل presentation يعني. وطبعا حسب نوع الشجر، يعني هنا في انواع مختلفه من الاشجار كل واحده لها طريقه رسم. بس انت وانت بتشتغل في مشروعك ممكن ان انت تكتفي بان انت هتدي لها indication ان هي
سيركل وفي النص في سنتر. انت مش عايز تحدد نوع معين. بعد كده بقى لما المشروع يروح في رسومات تنفيذية ويبقى في مهندس بيفكر في شكل يعني المشروع في مراحل التنفيذ، بعد كده بقى يبدأوا ان هم في انواع معينة من الاشجار هيختاروها، المهندس هيشتغل عليها، مع ان الديزاينر بيبقى احيانا ليه وجهة نظر في شكل الشجرة اللي هتبقى قدام المبنى، هو عايزها حاجة عالية حاجة مش عالية قوي، بيبقى القطر بتاعها قد ايه. هو طبعا المشروع الابتدائي بيبقى رقم واحد قبل اللي هو مشروع اللي انت بتشتغل دلوقتي ديزاين، فاللي هو بتعمل فيه مناظير والوان. فانت كديزاينر انت بتبقى حاسس عايز الاشجار اللي عندك تبقى بالارتفاع الفلاني بالشكل الفلاني مع المبنى. بعد كده بقى اما المشروع بيدخل في مرحله الرسومات التنفيذيه والوركشوب دروينجز والكلام من ده، بنبدا بقى بنحدد ايه نوع الشجر اللي احنا هنشتغل عليه وفقا للمشروع الابتدائي ووجهه نظر المصمم. لكن احنا دلوقتي في المراحل الاولى دلوقتي، وانت كطالب يعني لو انت رسمت لي الشجره مجرد دايره وفي النص نقطه، او عملتها حاجه بسيطه زي اللي بعدها دي، هيبقى كويس جدا. يعني ده البرزنتيشن بتاع مشروعك. يعني النخله دي اشجار صنوبريه اللي هي الطويلة دي، طيب هنا بيتكلم على التكستشر. يعني أنا دلوقتي هو بيتكلم على إيه؟ إن أنت ممكن الفاليو الجرينس of a ground plan، يعني انت في الهاتشينج ده ان انت بتتقل او بتخفف الدرجة بتاعته، انت بتحاول تحقق الكونترست عشان ممكن تكون انت بتحاول تظهر حاجة من حاجة. يعني انت في حاجتين جنب بعض، يعني مثلا هو هنا بدأ يغمق قريب من البلان بتاعه علشان يظهر المبنى البلان بتاع المبنى بتاعه. فانت فكرة ان انت الهاتشنج ده لو انت بتتقل او بتخفف علشان تحاول تعمل كونترست، علشان ده جزء من البرزنتيشن بتاعك ان انت عايز تظهر حاجة جنب حاجة. دي اشكال كتير للاشجار والتجميعات بتاعتهم، وبنعمل للشجرة ظل زي ما انتوا شايفين كده عشان نحس ان هي عالية قد ايه، يعني الدبث في اللوحة، احس ان في ان انا يعني احس ان الشجرة دي شجرة عالية، دي شربس حاجة صغيرة، ولا دي شجرة طويلة، ولا دي نخلة. فاكيد ان انت بتحط الظل بتاع بتاع النخلة بتاعتك او الشجرة دي. مجموعة من الـ أشكال الهاتشينج للجراوند كوفر أو الـ الماتيريالز المختلفة اللي ممكن تشتغل بيها، سواء كونكريت أو ستون أو وود أو الأشجار. في عندك برضو من landscape elements في outdoor shades، في structures canopies، دي اسمها canopy، بيبقى لها أشكال مختلفة.
دي البرجولة. كان في بعض زمايلكو سألوني مرة في من كام أسبوع كده يعني إيه برجولة، ساعتها تناقشنا. برجولة a structure of parallel clonades، ده clonade اللي هو الأعمدة دي، supporting an open roof of beams and crossing rafters or trellis work over which climbing plants are trained to grow. Trailing to grow. طيب يعني معناها ان انا دلوقتي عندي الكلونيد ده وعليه مجموعة بيمز وفي crossing rafters، دي اللي بيبقى وعليها بتبقى في مجموعة ممكن ان انا احط نباتات متسلقة. حد فيكو قبل كده سمع حد يقول اصلا انا عامل تكعيبة عنب؟ حد سمع المصطلح ده قبل كده؟ تحت التكعيبة بتاعت العنب هو بتبقى برجولة وبيبقى هو حاطط فيها زرع عنب والعنب نبات متسلق، فبتبقى حاجة لطيفة خالص يعني، بتبقى ان حاجة بتبقى مثمرة يعني. ففي بقى احنا عندنا هنا في حاجات بتبقى مستقلة خالص يعني برجولات مستقلة، وفي حاجات بتبقى attached للمبنى زي ما احنا شفنا في الـ في اللاي اوت اللي في الاول خالص، قلت لكم في برجولات كده يعني فوق التيرسز بتاعت الادوار، فاللي هي اللي تحت ناحية الشمال دي دي attached لل attached لل attached للبيلدينج، اما الثلاث امثلة التانيين دول دي مستقلة، دي برجولات مستقلة. طيب الجازيبو free standing roofed structure usually open on the sides affording shade and rest in a garden or park. دي اسمها جازيبو، يعني هي free standing، يعني في هي حاجة free standing يعني يعني ان هي يعني واقفة يعني هي موجودة مبنية لوحدها كده free standing، يعني مش ساندة على حاجة. roofed structure يعني متغطية لها 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 roof، يعني اللي هو اللي انتوا شايفينه هنا ده اللي هو ده الروف بتاعها، متفتحة من كل الجوانب. هي usually open on the sides، عادة بتكون مفتحة من الجوانب، بتوفر الظل والراحة في البارك أو في في الجاردن. وعندنا swimming pools، أشكال مختلفة من swimming pools، ممكن تبقى إن هي يعني ال swimming pool يبقى attached عن طريق التيرس بالفيلا بتاعتي، ممكن يبقى مفصول، ممكن يكون عندي اكتر من swimming pool زي في الكيس اليمين دي، ممكن يبقى فيه أكتر يعني الصغير ده يبقى الاطفال صغير خالص العمق بتاعه قليل والتاني العمق بتاعه اكبر. وطبعا بنشتغل وحدات إضاءة مع الجرينري. الحمد لله.
بالمناسبة هو هنا ده على ناحية الشمال، ده هو المثال ان هو بول مفصول عن عن الفيلا، يعني مش شبه اللي قبله. لكن هو الشيب بتاعه هو دمه تقيل يعني، بس يعني ده وجهة نظر شخصية، وانا حطاه علشان حاجة، ولكن هو بالنسبة لي هو دمه تقيل يعني، اللي على اليمين ألطف كتير. ده برضو سويمينج بول. طيب في حد عنده سؤال قبل ما ندخل في الجزء بتاع اللاندسكيب، ريزيدنشال لاندسكيب؟ اولا الجزء اللي جاي ده هو يعني مشكورة دكتور دعاء كمال، انا استأذنتها ان انا اعرض محاضرتها، فهي المحاضرة الجاية دي اللي عاملاها دكتور دعاء كمال، وفي بعض السلايدز في الجزء الأخير ده اللي هي الجزء بتاع landscape elements ده دكتور منار محمد. ففي حد عنده سؤال قبل ما ادخل في الجزء اللي بعده بتاع residential landscape؟ احنا قلنا هنتكلم عن landscape الخاص بالفيلا. دكتور انا عندي سؤال بالنسبه للرجوله والسويمنج بول، لما هاجي ابص عليه من فوق وانا برسم اللاندسكيب هميزه ازاي، او هيترسم ازاي بشكل وانا ابص عليه من اللاندسكيب كده؟ طيب انت دلوقتي اسمك ايه يا باشمهندسه؟ ندى. ندى، انت بتقولي البول هرسمه ازاي في اللاندسكيب؟ بتحس ان هو يبان ان ده سويمنج بول وانا رسمه بالقلم الرصاص. هتدي كده يعني، عادي هترسميه طبيعي خالص، هترسمي الاوتلاين بتاعه، وبعد كده تدي تاتش خفيف بالقلم الرصاص اللي هو لمعة المية. اوكي. ايه سؤالك التاني؟ البرجولة بقى. البرجولة هترسميها زي ما هي مرسومة كده، دي جاذيبه. البرجولة هترسمي الاسقاط بتاعها من فوق، البروجكشن من فوق از لاي اوت، يعني ان انت شايفاها من فوق. ايه مش ممكن تبان كانها سلم، اللي هو السلم اللي بالطول ده لو انا رسمتها من فوق؟ لا، ما هو المفروض ان شاء الله لما تدرسوا الظل باذن الله هيبقى لها ظل يبين لك ان لها ارتفاع. تمام، شكرا يا دكتور. عفوا. اوكي، احنا دلوقتي لما هنرسم في حاجات كتير مش هنبقى بنشتغلها، لان احنا لسه ما درسناش الضل، وممكن نأجل الالوان دي شوية. انا عايزة دلوقتي ان انا اشوف شغلكم رصاص. طب دكتور اتفضلي. هو انا مش ممكن اكتب description تحت الحاجة يعني لو مش باينة؟ لا لا، نكتب انت مهندس. لا، اللاي اوت ما بنرسم، ما بنوصفش دي برجوله، دي كذا، دي كذا. لا لا، انت المفروض ان انت مهندسه معماريه، يعني لوحتك تبقى مقريه من غير كتابه. اوكي، ميرسي يا دكتور. فكره البرزنتيشن ان احنا لسه ما تعلمناش طرق البرزنتيشن كامله، فاحنا مثلا الالوان بتبين، الظل بيبين، لسه احنا ما كملناش الشغل ده، لسه ما تعلمناش كل حاجة، فهنكتفي دلوقتي مبدئيا بالرصاص، شغل رصاص. انا عايزة اشوف شغلكم رصاص، لان الرصاص هو اللي بيبين الشغل. طيب ندخل بقى في نتكلم عن residential landscape. دي مراجع، دي مجموعة من المراجع. فهنبدأ بقى نتكلم، نقول landscape architecture definition. Landscape architecture translates as the design of almost anything under the sky. يعني landscape اللي هو تنسيق الموقع،
landscape architecture اللي هي عمارة تنسيق الموقع، بتترجم التصميم بتاع أي حاجة under the sky. How do we identify the elements of the landscape morphology؟ morphology اللي هو علم التشكيل يعني. landscape بالبالت بتاعتنا بيبقى فيه اللي هو اللاند فورم اللي هو شكل الأرض والديزاين بتاعك والفيجيتيشن يعني اللي هي النباتات والخضرة والمية والستركتشر. ممكن اللاندسكيب يكون بتاعك ريكتلينير، خطوط مستقيمة، أو يبقى دياجونال، بتشتغل خطوط عدلة ومع خطوط 45، أو أنجلر على زوايا زي الخطوط المكسرة دي، أو ممكن يبقى أرك تانجنت اللي هو كأن في كيرف كده وفي الخط ده إن هو المماس بتاعه، أو سيركلر يبقى دواير، أو كيرفلينير كيرفات. طيب هنا كده احنا معانا ده ال هنا هو دي مرحلة في بداية قبل ما يحط اللاندسكيب للمبنى بتاعه. هنا بعد ما بدأ يحط تفاصيل اللاندسكيب والشجر والممرات والهاتشينج بتاع الممرات والماتيريالز بتاعه الممر وكده في اللاندسكيب بتاعه على اللاي اوت بتاع المبنى بتاعه. احنا لما عندنا فيلا مثلا، اهو ده اللاي اوت بتاع الفيلا، بيكون عندي في حاجة اسمها front yard يعني حديقة أمامية اللي هي من ناحية الشارع. شايفين أهو المدخل أهو والعربية دخلت، وفي front yard اللي هي الحديقة الأمامية، وفي عندي الباك يارد، وعلى الجنبين اللي هو باللون الأحمر ده في الـ side yards حدائق، يعني حدقتين جانبيتين narrow side yard. تمام. الـ spaces اللي بتكون عندي في الـ residential site، يعني لو أنا عندي فيلا بيبقى عندي الحاجات دي، العناصر دي كلها. تعالوا نقراهم مع بعض. An outdoor arrival and entry space اللي هو مكان الدخول، اللي هو المدخل بتاعي، المكان اللي هوصل منه المدخل الفيلا. وفي entertaining or living space، هنشوف بالتفصيل كل space من دول اللي هو ايه. وبعد كده في عندي eating or dining space، منطقة للأكل في الجنينة في landscape بتاعي. recreation space، work و storage space أو garden space. حد هيقول لي طب ايه garden space دي؟ هنفهم بعد كده ان هو يقصد هنا garden space يعني ان مكان ان هو ممكن يزرع فيه خضار او اشجار خضار او فاكهة جنب اللي هي النباتات اللي هي مجرد للزينة يعني.
وهنتكلم ان ده ممكن ان بيبقى لطيف قوي ان هو يدخل ده مع ده، لان النباتات دي بتبقى لها زهور لطيفة برضو، اللي هي زي مثلا شجرة البرتقال. شجرة البرتقال زهرتها ريحتها حلوة جدا. لو حد فيكو قبل كده تعامل مع اشجار البرتقال، حد فيكو تعامل معاها شافها؟ باشمهندسين حد صاحي؟ احنا صاحيين بس ما شفناش. ما عمركم ما حد فيكم شم ريحة زهرة شجرة البرتقال؟ زهرة بتبقى زهرة بيضة صغيرة كده، وبتبقى ريحتها حلوة جدا. وعلى فكرة في perfumes بتبقى فيها ريحة من ريحة الزهرة بتاعت شجرة البرتقال دي. فهو هنتكلم بعد كده ان ممكن الجاردن سبيس ده، حتى لو انت ممكن زارع خضروات او اشجار خضروات او فاكهة مع النباتات الزينة دي، هي اساسا بيبقى لها زهور جميلة بتبقى لطيفة، يعني ان انت ممكن ما تفصلهمش تماما عن بعض. طيب هنتكلم اول حاجة عن the outdoor arrival and entry space. فهو the exterior complement to the interior entry foyer. يعني هو يعني منطقة الخارجية اللي هتبقى بتكمل اللي هو الفويل الداخلي للدخول بتاعك، اللي هو يعني الاكستيرير هيكمل الانتيرير. accommodates pedestrian movement، يعني يعني يحصل accommodation لحركة المشاة او اللي هو اللي ماشي على رجله. From off the side to the front door of the house، يعني ان بيوصلك وانت جاي من بره لغاية مدخل البيت. Provides a pleasant experience for the residents and visitors، لازم يبقى تجربة مبهجة ولطيفة بالنسبة للسكان والزوار. طيب تعالوا بقى كده نشوف كده البلان ده او اللي اوت ده. سوري، ده مدخل البيت اهو، انا هنا على الشمال. ففي هو عمل تبليطة، في ممر، في هنا زرع منطقة عشبية وبدأ يحط مجموعة أشجار، وهنا على اليمين ده اللي هو الجراج بتاع الفيلا، والمفروض إن في عربيتين دخلوا، ويمين وشمال إن هو بدأ يحط الزرع. وبعدين شايفين الممر، يعني هو ينزل اللي ينزل من العربية هنا يطلع على الممر ده، وبعدين يقدر يدخل البيت اهو. يعني هو اللي على اليمين جزء من الرسمة اللي على الشمال، يعني العربية هيفتح بابها هنا، هينزل الزائر بعد كده يدخل على البيت. فهي من ساعة ما نزل لغاية ما وصل لباب البيت، هي تجربة لطيفة ان هو شايف كمية الزرع دي والخضرة اللطيفة دي والممر ده. فهو احنا بنقول ايه، plants, walls and so on located too close to the driveway interfere with the opening of car doors and pedestrian circulation. زي ما كنا بنقول، يعني هو هنا هو فتح الباب العربية هنا
العربيتين اهو، فنزل لقى نفسه على هينزل يروح على الممر يقدر يوصل للبيت. فتجربة لطيفة فيها خضرة فيها زرع فيها ممرات بماتيريال لطيفة كويسة يقدر يمشي عليها وهو مرتاح. هنا بيقولك ان انت ممكن تعمل الجزء اللي قدام البيت، ممكن انت تغير التبليطة. A change in the pavement material or pattern can be used to emphasize، عشان تعمل عملية تأكيد على ال entry foyer، عشان انت عايز تأكد على المدخل بتاعك، فممكن ان انت تغير لون التبليطة. شايفين هنا في الابيض واسود، هنا عملها تبليطة بشكل تاني، هنا في الالوان حطها بكالر مختلف. وقال لك ممكن تبقى tall element or ornamental tree، يعني أشجار زينة، تبقى أشجار طويلة يعني فيها عناصر عالية، أو ornamental tree provides accent screen view and direct movement. هو يقصد الشجر باللون الموف دي، هي دي شجر كاتب أو ornamental tree، دي شجرة زينة يعني. وهو داخل شايفين ان هو جاي كده، الاسهم دي معناها ان خط الرؤية بتاعه، هو جاي كده فعينه شايفة جايبة الشجرة الزينة اللطيفة دي قبل ما يدخل على البيت، فهي وجهة حلوة للي داخل البيت. هنتكلم نتكلم تاني حاجة عن outdoor arrival. احنا اتكلمنا عن دي entertaining or living space. The outdoor living and entertaining space، المنطقة بتاعت المعيشة والترفيه اللي هي الخارجية، لها functions كتير زي بالضبط اللي موجودة في الايه، في الـ indoor. It should be designed to accommodate individual and small groups group relaxation. يعني المفروض ان هي تتصمم بحيث ان هي توفر الـ relaxation للمجموعات الصغيرة او يعني اول اشخاص، يعني كل شخص يعني على حدة يعني بالمعنى ده. ممكن توفر ان يحصل في المكان ده ان يبقى فيه conversation، ناس تقعد تدردش مع بعض، يحصل عملية تفاعل، او يبقى حد قاعد في هدوء خالص. ولازم تبقى flexible enough انها تبقى مريحة كفاية ان هي مرنة كفاية، يعني تبقى الموضوع flexible ان انا لو عايز استقبل عدد اكبر من الناس، يعني انا عايز كل قرايبي، عندنا عيد ميلاد، عندنا احتفال، عندنا فرح، عندنا حاجة لطيفة خالص، فانا عامل party، فانا هستقبل عدد كبير من الناس في تجمع كبير، فلازم المكان اللي انا بصممه ده ان هو ممكن يسع العدد الكبير ده. طيب دلوقتي ده جوه البيت وبره البيت، انا عامل الليفينج سبيس وجوه في الريسبشن بتاعي، فده بيكمل ده تمام. فاما اجي احط مثلا ترابيزه وقعدات وكده، ما احطهاش على الاكس بتاع الممر بتاع ايه، بتاع الباب بتاع الريسبشن على التراس، يعني الشمال دي غلط، دي غير مرغوب فيها. لكن نعملها ازاي؟ نسيب الاكس اللي هو المحور بتاع الحركة
اللي هو جاي من الريسبشن من البيت طالع على التراس بتاع الجنينة ممر، او شايفين السهم اهو مش قطعه حاجة، وحطها على جنب، احط الترابيزة دي على جنب. هنا بيتكلم بقى على فكرة ان هو يوفر خصوصية، فبيقول لك ايه: vertical plants can be used to provide spatial enclosure and privacy in outdoor living and entertaining spaces. يعني ان انت ممكن ان انت تبدأ تحط ايه، شايفين المنطقة اللي هي الناس بتقعد فيها اللي هي living space بتاعي، بدأ يحط حواليه أشجار عالية، في ممكن سور، فهي الفكرة ان هو عايز يعمل عملية احتواء للمكان ده ويوفر خصوصية للمكان ده، فممكن هو يستخدم elements تساعده في الموضوع ده. الـ eating or dining space، احنا دي الحاجة اللي هنتكلم عليها النقطة اللي بعدها. هنا بقى ركزوا معايا. The outdoor food preparation space should be conventionally located near the dining room, kitchen, and outdoor eating space. احنا دي عندنا منطقة ايه؟ outdoor eating space اهي، شايفين الترابيزة اللي عندها اربع كراسي دي، دي المنطقة اللي هياكلوا فيها. شايفين هي قريبة من الكيتشن ومن الدايننج روم الأصلية بتاعت البيت، يعني في اكس حركة ما بينهم واضح. والمنطقة بتاعت تحضير الطعام اللي هو ايه، البار اللي هو السناك بار اللي هو او البار اللي هو اللي على هيئة ال شيب، ما يبقاش بقى اللي هو البار ده، الرخامة دي شايفين مكتوب عليها outdoor food preparation، يبقى دي المنطقة بتاعت تحضير الطعام، يبقى قريبة من ايه، من الكيتشن. وفي هنا اهو ممكن اتحرك من هنا لهنا، او لو في شباك يناول من هنا لهنا، شباك مناولة مثلا، او في ممكن يبقى باب على حسب التصميم، ان هو المنطقة تحضير الطعام اللي برا دي ممكن تبقى في حركة، يعني الحركة سهلة. انا مش بقولك ان انت حط لازم يبقى موقع الكيتشن هنا، ممكن الكيتشن يبقى ورا الدايننج، بس في ممر مثلا جنب الفيلا بيوصلك لمنطقة البريبريشن دي. يعني أي أكس حركة، أي حاجة، أي وسيلة اتصال ما بينهم، ممكن يبقى ممر جانبي بيوصل منطقة البريبريشن لو الكيتشن في ظهر الدايننج روم. لو احنا نفترض ان دي واجهة شمالية اللي عليها الريسبشن والدايننج والكيتشن في مكان ما انا بعمل بالماوس كده، مكان كلمة outdoor food preparation كده، لو انا هحط الكيتشن فوق فممكن اعمل ممر في الجنب واحط البريبريشن منطقة تحضير الطعام اللي في الاوتدور تبقى هنا مثلا، وممكن تبقى الانقل الموضوع ده كله ناحية الشمال، يعني ده حسب الديزاين بتاعك وايه الانسب حاجة ليك وحسب التوجيه. وزي ما انتوا عارفين ان كده كده الدايننج لازم يبقى فيه علاقة مباشرة بينه وبين المطبخ، اوضة السفرة في الاندور. كمان هنا بيتكلم لو انت عامل جريل،
شواية في الأوتدور لازم تحطها في مكان بحيث الهواء ما ياخد الدخان، يبقى بعيد عن المنطقة اللي فيها الليفينج والإيتينج سبيسز يعني. فأنت تبقى واخد بالك إن أنا بحط الشواية بتاعتي شايفين هو هنا حاطط الشواية، يعني هو دي البريفيلينج ويند اللي هي الرياح المحببة بتاعته، أو اللي هي البريفيلينج ويند بتاعته جاية من الاتجاه ده، فهنا الهواء جاي كده، فيقوم حاطط الشواية فين؟ يعني إن الهواء ياخد الدخان ويمشي بعيد عن منطقة إيه؟ الأوتدور إيتينج أريا. هو اتجاه الهواء ده بيبقى على حسب الشمال وكده يعني ولا ايه؟ ايوه، احنا عندنا في مصر البريفيلينج ويند بتاعتنا شماليه غربيه، الرياح المحببه بتاعتنا شماليه وغربيه. احنا عندنا افضل اتجاه الرياح الهواء، اتجاه الرياح الهواء بنقول عليها الرياح المحببه شماليه غربيه، فانت بتحطي سهم الشمال وانت عارفه الشمال غرب بتاعك فين، فبتحطي لو هتحطي شوايه تحطيها عكس اتجاه الهواء، يعني ان الهواء ياخد الدخان ويمشي بعيد عن المبنى وبعيد عن يعني بعيد عن الفراغات بتاعتك اللي فيها، يعني بعيد عن اللي فيها ناس بتاكل بتشرب، ليفينج رومز، ريسبشن، يعني الدايننج روم، اي حاجه يعني مثلا يبعد خالص. هو هنا مش جايبه ناحيه المبنى خالص، هو الهواء واخد الرياح ورايح بعيد خالص، بعيد كمان عن منطقه الاكل، يعني هو الهواء الحلو جاي على المنطقه اللي فيها الاكل، بعد كده خد الدخان وبعد وراح بعيد. اتفضل. هي يعني اتجاه الرياح ده بيبقى ثابت على طول، مش بيتغير بتغير المناخ او اي حاجة، وبيبقى ثابت على طول. ايوة، بس احنا ايه اما بيجيلنا هوا حلو حسب الطقس، انت دلوقتي في رياح الخمسين بتيجي في من 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 اتجاه تاني خالص، بس رياح فيها حرارة وتراب وكلام من ده. احنا بنقول الرياح الحلوة المحببة اللي عندنا بتبقى شمالية غربية، اللي هي جاية من ناحية اوروبا، من ناحية البحر المتوسط من فوق، بتبقى شمالية غربية. احنا عندنا في مصر الرياح المحببة بتاعتنا شمالية غربية، لكن في رياح بتجيلنا من بتبقى اللي هي بتاعت رياح الخمسين والكلام من ده، او جاية من ناحية الصحراء، فلا دي حاجات تانية. لكن الشمالية الغربية اللي هي جاية من ناحية البحر من فوق دي دايما بنقول عليها الرياح المحببة شمالية غربية. تمام، شكرا يا دكتور. عفوا. Recreation space، منطقة بقى الترفيهية بتاعتنا، should be located on flat ground، يعني في منطقة تبقى flat with a slight slope for adequate drainage، وممكن يبقى فيها ميل خفيف مع ميل خفيف علشان عملية الصرف، يعني لو في مية ما تجمعش في حتة، يعني ممكن ان احنا حتى لو هي فلات احنا نعمل لها، احنا في الشغل بتاعنا لو هعمل ارضية ولا حاجة ممكن اعملها فيها في التنفيذ اعمل ميل خفيف علشان عملية الصرف، عشان مية ما تجمعش في منطقة ما. يعني it should be too close to other spaces that require peace and quiet or where delicate elements such as flowers and potted plants are located. المفروض تبقى قريبة من الأماكن close to other spaces، من الأماكن اللي هي shouldn't be too close، ما تبقاش قريبة من الأماكن اللي محتاجة هدوء، يعني منطقة ترفيهية يعني فيها حركة، يعني فيها هيصة، يعني فيها أطفال بتجري، فيها كذا كذا كذا، فنبعدها عن المناطق اللي فيها
محتاجين فيها هدوء أو اللي فيها زهور عشان ما تتبهدلش يعني، أو فيها البوتد بلانتس يعني اللي هي النباتات اللي محطوطة في قصيص في عشان ما يتكسرش يعني. The shape of the recreation space should be approximately and adequately sized for the type of recreation. يعني هيبقى مناسب حجمه شكل السبيس بتاع المنطقة الترفيهية دي اللي هو الفراغ الترفيهي ده، يبقى مناسب لنوع الترفيه. يعني انت عامل كيدز بلاي جراوند ولا عامل ميناتشر جولف يعني جولف صغير، ولا انت عامل سويمينج بول الى اخره، حسب نوع اللي هو الترفيه اللي انت بتشتغل عليه انت بيبقى شكل السبيس بتاعك. واكيد طبعا should be defined as an outdoor room، يعني هو فراغ بره في الاوتدور يعني. طيب في حد فاهم السلايد دي؟ ايه الفرق بين اليمين والشمال؟ اللي على اليمين الزرع وكده محدد الأرض أكتر شوية، اللي هو العشب، المنطقة العشبية اللي هو اللون العشب، وفي نباتات يعني في نباتات وفي اللي هو اللون العشب النجيلة. تمام. فاسمك ايه يا باشمهندسة؟ نورهان. نورهان، طيب يبقى زي ما زميلتكو باشمهندسة نورهان بتقول ان على اليمين الزرع محدد المنطقة العشبية بتاعتي. طيب طب اللي على اليمين، اسفة، لكن اللي على اليمين هي اللي متحددة، لكن اللي على الشمال فيها ايه اللي حصل؟ العشب مش محدد المكان اللي بنقعد فيه وكده. هو هنا ان هو لو خدتوا بالكو ان الايدج اللي هي الحافة بتاعت العشب متحددة بقوة اكتر على اليمين. تمام. lone edge is strongly defined and continuous، والعشب مستمر، لكن اللي على الشمال lone edge اللي هي الحافة بتاعت العشب is poorly defined، يعني هي عملية التحديد ضعيفة، فقيرة، poorly defined يعني عملية التحديد بتاعتها poor، لكن ومش continuous، والايدج بتاعت العشب مش مستمرة. هتلاقوا ان النباتات قطع العشب لانها محطوطة جواه متفرقة. تمام. فهو هنا بيتكلم على اسلوب للديزاين. هنا بقى احنا هنتكلم عن البولز اللي هي حمامات السباحة دي، شوية نقط هتبقى وانت بتشتغل على حمامات السباحة. size of the pool desired، المقاس حمام السباحة اللي انت هتشتغل عليه based sorry size of the pool desired based on the intended use، يعني مقاس حمام السباحة هيبقى اللي انت عايزه هيعتمد على الاستخدام اللي انت اللي هو intended use اللي هو اللي انت ناوي عليه، يعني اللي هو
ليجر يعني للترفيه، ولا سيريس سويمينج، ولا علشان السباحة الجادة يعني ان انت عايز بقى تعمل حد نازل بقى ان هو يتدرب سباحة او كده، ولا فيجوال فوكل بوينت، ولا منطقة جذب، يعني انا عايز حاجة تبقى شكلها لطيف خالص، تبقى فوكل بوينت، نقطة يعني حاجة نقطة جذب، يعني يعني ان انا اي حد داخل كده يقول ايه ده، الله ده شكله لطيف خالص. معلش انا اسفه ان انا سكت لحظه بس عشان الاذان، بس الله اكبر الله اعظم. نكمل. adequate pedestrian circulation around the pool، يعني ان انا يبقى عندي circulation لل يعني في pedestrian يعني مشاه، حركة المشاه pedestrian circulation. adequate يعني مناسب، يعني انا لازم يبقى في حركة مناسبة حوالين حمام السباحة لحد ماشي على رجله. location of the pool is relation to the other functions on the site، يعني مكان البول بتاعي لازم يبقى في علاقة بينه وبين الـ الاستخدامات التانية في السايت. هتقولولي يعني ايه؟ يعني انا مثلا زي ما انتوا شفتوا في السلايد اللي احنا عملناها اللي هي كانت تعالوا نرجع لها. اللي هي كان حمام السباحة شايفين هنا حمام السباحة، أنا حطيت مكانه هنا عشان أنا عامل جزء من التيرس بتاعي إن الناس وهي قاعدة كأنها قاعدة في حمام السباحة، يعني هو قاعد بره على الشيزلونج في شمس وهو قاعد كأنه قاعد يعني جوه حمام السباحة. فهتلاقوا التيرس داخل التصميم بتاعه داخل جوه حمام السباحة. هنا هتلاقوا الغرف الغرف اللي فوق او الريسبشن هي بصة مباشرة على البول. يبقى انا استفدت هنا من البول ان انا اخد الفيو بتاع البول لغرف النوم والريسبشن، يعني اللي ممكن يبقى قاعد في الريسبشن جوه بيبقى شايف البول، ممكن تبقى قصد ان الدايننج تبقى شايفة البول بشكل قوي جدا. ممكن برضو هنا الترابيزة مثلا اللي بعيد خالص دي ناس وهي قاعدة بتاخد الشاي الصبح تبقى كأنها قاعدة يعني قريبة جدا من البول. فده معناها ان انا لازم ابقى شايف الاذر فانكشنز بتاعتي، او مثلا حاجة زي كده ان انا مقاس البول هنا عملت بول صغير عشان الاطفال وهو ده الاقرب، مثلا لو انا هفترض ان هو ده الاقرب للفيلا علشان الام تبقى واخده بالها، او الام لو هي قاعده في التراس هنا تبقى شايفه البيبي وهو جوه الميه. فانا لازم ابقى مركز في الاذر فانكشنز بتاعتي اللي موجوده في الموقع بتاعي. هو ده المقصود بالكلام هنا واحنا بنتكلم على البولز.
location of the pool's mechanical system and equipment. ان انت بقى المفروض تبقى هتبقى عامل حسابك بعد كده شوية لما هتبقى انت بقى فهمت يعني ايه الـ الحاجات الميكانيكال سيستمز بتاعت البولز دي بيبقى شكلها ايه، وبتبقى بتبقى محتاجين معدات بتبقى حجمها قد ايه، فانت هتحط المكان بتاع البول بحيث ان انت توفر اللي هي الفلاتر والموتور والحاجات، يعني غرفة الماكينات الخاصة بالبول دي هتبقى فين بالضبط في الموقع بتاعك. الكلام ده وانت بتعمل تصميم بتبقى بتفكر فيه، بس الكلام ده شوية بعد ما انت تبقى عرفت الكلام ده ما تكون درسته في تنفيذية بعد كده او عملت عليه بحث وانت في شغلك في التنفيذية، فبدأت تبقى فاهم كويس قوي الدنيا هتبقى ماشية ازاي وانا بعمل التصميم بتاعي. Ease of access by heavy equipment for constructing the pool. إن لازم الحركة بتاعت المعدات الثقيلة وإحنا بنعمل البول، معدات الحفر وكده، لازم تقدر تدخل بشكل سهل للموقع. أنت بتبقى بتفكر بعد كده أنا وأنا بحط المكان البول، طب أنا بعد كده المعدات هتدخل وتخرج إزاي، بتبقى بترتب لكل التفاصيل دي. طبعا وانت طالب النهاردة مش هقولك القصص دي، انا مش بقولك ان انت اسأل عليها او دور عليها، لا انا بقولك ان حكاية الميكانيكال والإكويبمنتس والكلام من ده دي حاجة انا بقولها لك لعمرك، معلومة ليك انت تبقى حاجة انت عارفها. local ordinances ordinances governing fence type and height around the pool for protection of children and animals. يعني اللي هي ال ال ordinances دي يعني اللي هي المرسوم، ordinance ده يعني المرسوم اللي هو الحاجات الحكومية اللي هي القوانين يعني اللي بتلزمك بنوع السور وارتفاعه علشان ان انت تحافظ على الاطفال والحيوانات. A pool is likely to be the dominant element of a design owing to its uniqueness, thus making it an extremely important element requiring extensive study. يعني دي حاجة بتبقى عنصر كده بيبقى حاجة مميزة في الموقع بتاعك ومهمة جدا، علشان كده بتحتاج ان انت يبقى في دراسات كتير للموضوع ده. عندنا بقى ال work storage space، يعني هتبقى ممكن يبقى to store such things as firewood. بره بيبقى في عندهم أخشاب عشان التدفئة والكلام من ده، فهم بيخزنوا الكلام من ده. معدات بتاعت الحديقة garden and recreation equipment and other items that are too large or unnecessary to keep in the house. يعني مكان، يعني the outdoor storage space، يعني أنا بيبقى في عندي مكان للتخزين أو منطقة عمل بيبقى في space كده إن أنت تخزن فيه الحاجات الزيادة أو تشغله قابو وسلر أو يبقى جراج في البيت يعني، أو معدات تقيلة بتاعت الحديقة أو غيرها أو الحاجات الزيادة اللي في البيت، مخزن يعني. A place where work can be done، يعني ممكن تصلح فيه العربية، ممكن تعمل فيه حاجة، نجار يجي يصلح لك حاجة، يعني to act as an outdoor workshop
if properly designed، يعني انت لو صممتها كويس فهي هتبقى بتشتغل ان هي workshop خارجية او دور، يعني اللي هي اللي باينة على الايه ناحية الشمال دي. شايفين مثلا هو شغالها ممكن جراج، ممكن هي تبقى في ساحة كده حتة تبليطة قصادها بحيث ان يبقى في معدات، في بقى مفكات وشحم وحاجات من دي. فهو بيعمل هنا فانس كده سور، وشايفين حاطط شجرة كبيرة. ليه بقى؟ علشان يفصل الرؤية، يعني اللي قاعد هنا ما يبقاش شايف الايه البهدلة اللي هنا اللي عند الورك سبيس ده. فهو قام حط الشجرة الكبيرة دي، شايفين؟ يبقى احنا ايه بنستخدم الأشجار ان هي ممكن تبقى ايه حاجة لطيفة ان احنا نحجب بيها رؤية حاجة عن حاجة. وهنا هو عامل ان عنده بينزل للبيزمنت بسلم من هنا من الاوت دور من الخارج يعني. حاجة بقى الجاردن سبيس اللي قلت لكم ان احنا ممكن نزرع نزرع خضار وفاكهة بعيدة عن الايه هنا فصلهم. فهو هنا ده الزرع بقى، هو عامل زرع وكده بعيد عن الايه ودي الليفينج والايتينج سبيس مثلا او دور ليفينج اند انترتيننج سبيس ده. فهو عمل بلوكينج للرؤية، فحط ايه سور وشجر. Plant materials and fences can be used to screen the garden. طيب في بقى بيقول لك ان في افكار تانية. A few other ideas might also be considered for a vegetable garden، يعني حديقة للخضروات. One is to incorporate the planting of vegetables with other plants in the yard rather than creating a separate vegetable garden. Many vegetables have attractive flowers and foliage texture. يعني هو بيقول لك ان انت ممكن في فكرة تانية غير دي، ان هو انت تفصلها. لو انت فصلتها هتحط سور وتبدأ تعمل عزل للشكل ان انت الناس اللي قاعدة هنا ما تشوفش هنا. لكن هنا الفكرة بيقولك ان انت تدخل ده مع ده. يعني هو هنا شايفين هو عامل ان دي اشجار، دي اشجار عادية، وهنا حاطط ايه اشجار اللي هي الفيجيتابل خضروات زرعها وسط الأشجار التانية. وهو بيقول لك إن ده مقبول، لأن هو معظم الخضروات بيبقى لها زهور شكلها حلو. في حد فاتح المايك؟ ولها خضرة لطيفة ممكن ان انت تدخلها مع الاشجار التانية. هنتكلم بقى كده عن الجرافيكس بتاعت اللاندسكيب، اللي هي بقى طريقة رسم الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها، الشجر والحاجات دي والتبليطات والكلام من ده. اتكلم عليها كده سريعا. Quality of landscape graphics clearly deliver information to the client and landscape installer. يعني أنا ال landscape graphics الرسومات بتاعتي دي، الجرافيكس بتاعت landscape وما تبقى جودتها كويسة هتقدر تنقل المعلومات بشكل كويس للعميل بتاعك أو اللي هينفذ landscape بتاعك. فدي أهميتها يعني. ده مثلا زي ما انتم شايفين مجموعة أشجار، وده indication ان في هنا
ده في مجموعة نباتات شربس تبقى يعني ارتفاعها أقل، وبعد كده النقط دي يعني ده اللي هو إيه النجيلة أو العشب بتاعك. line and dot quality. A variety of well-drawn lines combined with the consistent dot patterns and quality form the basis for all quality graphics. يعني ما انت يبقى عندك التنقيط بتاعك consistent يعني ثابت كده، اللي هو مش مفركش، يعني المسافات بينه قريبة من بعض كده تكاد تكون ثابتة، مع ان ويبقى فيه pattern ثابت بتاع النقط بتاعتك والكواليتي بتاعتها كويسة بتاعت الجرافيكس بتاعتك. دي البيز بتاع الكواليتي جرافيكس بتاعتك. بالمناسبة هنا هتقولوا لي ايه اللي جوه الشجرة ده؟ هو هنا قصد ان هو عاملها رسم اللي جوه خفيف، يقصد ان ده اللي تحت الشجرة، دي مدرسة ان هو يرسم اللي تحت الشجرة. مش عايز تشتغل بيها ما تشتغلش، عايز ترسم الشجرة كده وتبقى بيضة كلها ما فيش مشكلة. انتوا شايفين هنا اهي، شايفين الشجرة الكبيرة دي، هو رسم تحتها شجرة الشربس صغيرة كده، يعني شجيرات صغنونة كده. هو هنا المدرسة بتاعت الرسم هنا ان هو بيتخيل كما لو كان الشجرة دي شفافة وانا شايف اللي تحتها، فبيرسمها بتون اخف. ولكن لو انت عايز ترسمها لي كلها بيضة، احنا كنا بنشتغل كده انها تبقى كلها لونها ابيض، واحط في الـ في الـ في الـ في النص نقطة ناحية اللي هو مكان اللي هو جذع الشجرة اللي هو السنتر بتاع الشجرة، والسيركل دي بس، لكن اللي جواها ده اللي تحتها ده مش بنبينه، لكن دي مدرسة تانية في الشغل، لكن احنا ما بنرسمهاش كده عشان ما يحصلش لخبطة. طيب هنا هنقارن بين الرسم ده، رسم اللي على اليمين مرسوم كويس good line quality، واللي على الشمال poor line quality. تعالوا بقى نشوف رقم ونقارن ما بينهم. اللي على اليمين دي consistent dots تمام، لكن هنا التانية inconsistent dots with tails. يعني تلاقوا النقطة مش نقطة، النقطة لها زي ما يكون ديل كده، يعني لها خط، يعني بقت شرطة اللي هي تحسوها ايه، بقت عريضة كده. شايفين النقط كده مش نقطة نقطة، لا نقطة بخط كده لها tails. طيب اتنين avoid smudging، يعني اللي هو smudging اللي هو التلطيخ، يعني وهنا خلونا نشوف واحد واتنين مع بعض. وهنا one line is not sharp or deliberate، الخط كده النهاية بتاعته مش شارب، لكن هنا الخطوط بتاعتك خطوط consistent lines كده، وما فيش smudging، ما فيش تلطيخ، هتلاقوا الخط خط، يعني حتى لو هو بيرسم الدايرة بتاعت الشجرة دايرة دايرة، الخط خط، لكن ما تبقاش الدوائر بالمنظر ده، والخط معرج كده، او الخطوط مش شارب كده ومايله كده، ويعني تحس انها فيها كيرف كده مش شارب يعني. طيب هنا تلاتة دي light lines، يعني الخطوط الخفيفة may not copy clearly. وانت لو انت
بتصور اللوحة مش هتظهر بشكل كويس، يعني في كوبيين يعني. طيب أربعة، المشكلة أن lines don't overlap. هتقولوا لي يعني إيه؟ يعني هنا هتلاقوا الخط كده واقف مع نفسه كده، ما فيش يعني، هو مش مقابل زميله. هنا أربعة شايفين الخطوط، الخطوط متقابلة. طيب هنا أنا لو أنا باخد خط طويل دي إيه يعني إيه؟ okay to leave small gaps when joining lines، يعني أنا هنا الخط بالعرض ده طويل horizontal كده، فأنا لو كملته هيبقى برسم بإيدي، فلو كملته هيبقى معرج وشكله وحش، أو أنا لو أنا حتى بحبر، فأنا ممكن أسيب بينهم حاجة بسيطة خالص، ده مقبول. شايفين هنا كده؟ يعني أنا لو أنا كملت بإيدي بالقلم هيبقى فيه شكله وحش مثلاً، أو حصلت مشكلة في القلم أو كده، خلاص ارفع قلمك. وما أنت رفعت القلم، فأنت لما هتيجي تقابل الخط ما تحط القلم مرة تانية، لو حطيته في النقطة دي ممكن يعمل حاجة مثلاً سودة كبيرة ولا حاجة، ممكن إن أنت تبعد بقى حاجة بسيطة خالص وتبدأ الخط دي. واحنا بنحبر كنا بنعمل الكلام ده، فده مقبول. طيب هنا بقى ده سكشن في الطريق كده، وواضح فيه الأشجار اهو، الشجرة اهو، وده بقى in plan، plan view، ده section view، ده plan view. شايفين في plan view احنا بنقول ايه؟ بنتكلم دلوقتي عن line weight hierarchy. line weight ده اللي هو يعني ايه؟ التقل بتاع الخط. hierarchy يعني التدرج. طيب التدرج ده بيبقى وفقا لايه؟ اقرب حاجة لعيني هي اتقل حاجة. طيب يعني ايه اقرب حاجة لعيني؟ يعني انا لو ببص من فوق بنعمل ايه بقى؟ من thick للthin، من الاتقل، من التخين للرفيع، او يعني الخط هنا thick اكتر من هنا. طيب التدرج هنا relative importance and or height of ground plan، يعني الأقرب لعيني زي ما قلت لكم والأهم. أتقل حاجة بتبقى البيلدينج وول، يعني أتقل حاجة الخط بتاع المبنى. شايفين بعده إيه؟ أقرب حاجة لعيني يبقى ده الأكثر أهمية، صح؟ المبنى يبقى ده رقم واحد. بعد كده بقى مين الأقرب لعيني؟ الشجر. الشجر ده أول حاجة عيني قابلتها، فبقى إيه؟ الخط التقيل بتاع الشجر. بعد كده بقت إيه؟ الريتينينج وول، حائط الساند. وبعد كده الكيرب والجتر اللي هي بردورات الرصيف أو الجتر ده اللي هو بيبقى يعني فيه كده مش عارفة أقولها لكم إزاي، هو جتر يعني حاجة كده زي يعني فيه مجرى كده في الأرض بت بي بي بت مثلا المية بتتصرف منها مثلا جنب في جوانب الشارع مثلا مفترض، بس هو هنا يقصد الكيرب اللي هو يقصد البردورة. والجراوند تكستشر بعد كده بقى ايه؟ الجراوند تكستشر اللي هو بقى النقط بتاعة العشب اللي هو اللون اللي هو النجيلة. ان انا مثلا عندي طبليطة، فدي اخف حاجة.
ريتينينج وول هو حائط ساند، ممكن نقول ان هو ممكن يبقى سور، ممكن يبقى حاجه. طب انا عايزه حد فاهم اللي انا بقوله ده، حد عنده مشكله فيه؟ يا باشمهندسين. تمام يا دكتور. طب انتوا عارفين الحائط الساند زي ايه عندنا في الكليه؟ عارفين؟ حد يعرف؟ ريتينينج وول، احنا عندنا حائط ساند خرساني عندنا، اللي هو اللي انتوا بتقعدوا عليه قدام المدرجات، قدام مدرج ألف ده، واحنا طالعين طالعين المبنى بيبقى يعني اللي هو الحائط الساند. يعني انا في دلوقتي منسوب عالي اللي انتوا قاعدين فوقيه قدام المدرجات ده، الحيطة الخرسانة دي اسمها حائط ساند، لأنها بتمنع الردم اللي أنا حطه عشان أنا في المنسوب العالي اللي قدام المدرج إن هو يهيل يعني يقع على المنسوب اللي تحت. مش إحنا بندخل مبنى عمارة من الأرضي صح؟ ففي منسوب ومنسوب، ففي ردم، فالردم ده لازم حاجة تحوشه إن هو ما يقعش. فبنعمل حاجة اسمها حائط ساند، يعني بيسند الردم. عارفين الحيطة الخرسانة اللي انتوا بتقعدوا اللي فيها معمول عليها قاعدة خرسانة اللي انتوا بتقعدوا عليها قدام مدرج ألف وبه والجيم ودال؟ عارفينها؟ أيوة عارفين. تمام، ده المفروض الحيطة الخرسانة اللي نازلة للأرض دي، ده حائط ساند خرساني، يعني ده concrete retaining wall. اوكي، انتوا خدتوا الـ retaining walls في الـ building ولا لسه؟ باشمهندسين انتوا صاحيين معايا ولا ايه؟ خدتوه في الـ building الـ retaining walls؟ خدناه تقريبا في الـ English court. ايوه خدناه. ايوه ما هو بتاع الـ English court. ايوه ما هو ده زي عندنا. طيب ماشي، ما هو عشان ان انت تقدر ان انت تحت تبدا تنور في يعني لو انت عايز في منسوب اوطى للمبنى ان انت تنور الادوار اللي تحت. لو انا هنور البيزمنت، فانا اعمل ريتينينج وول اوقف الردم علشان اعمل انجلش كورت علشان انور عليه. ما علينا. طيب هنا بيتكلم على الـ value contrast. يعني ايه الـ value contrast؟ اللي هو ان انا اعمل تون مختلف علشان اعمل اظهار. يعني انا كنت اهو، يعني التعريف بتاعها بيبقى the amount، يعني الـ value contrast refers to the amount of contrast between two areas of different value. It's the relation between light area and a dark area. يعني أنا بعمل يعني مثلا إيه، أنا غمقت هنا عشان أظهر ال light area اللي هي بتاعت العشب دي. فإن أنت بتبقى اللي هي ال amount بتاعت ال contrast، يعني أنت عندك في منطقتين ليهم different value، هنا خفيف وهنا أتقل علشان إن أنا أعمل عملية إظهار. دي اللي بنقول عليها دي اللي هي ال value contrast بتاعتنا. يعني في، فأنا هنا بغمق هنا وأظهر هنا. ليه أنا مثلا غمقت هنا؟ دي مثلا الشجرة دي اللي هي مش شايفة ضوء، دي الغمقة ودي الفتحة عشان أقول إن في ظل هنا. فالرسم هنا بـ value contrast وهنا من غير value contrast. تمام، يعني عملت هنا تهشير وغمقت وفتحت في نقط وعشان أبين ضل ونور مثلا في الشجر، وهنا أبين مثلا إن ده عشب ودي ماتيريال تانية. فهو هنا ده
دي value contrast، هنا في الرسمة معمولة بال value contrast واللي فوق من غير value contrast. دي اللي أنا قلت لكم عليها، إن بيرسم اللي تحت الشجرة ب lighter value بخط أخف، بس إحنا مش هنشتغل بيها، بس أنا قلت تبقوا عارفينها إن في مدرسة من المدارس بتعمل الشغل ده كده، يعني دي مدرسة، بس إحنا هنعمل الشجرة لونها أبيض، مش لازم نرسم اللي تحتها. هنا ان انت لو دي زاوية الشمس كده جاية على 45، فبترسم دايرة مترحلة كده على 45 عشان تعمل الضرل بتاع الشجرة، وبعد كده تبدأ تدلها الشكل الحرف بتاع الشجرة اللي انت رسمه هنا. ممكن لو حاجة سريعة يبقى بالماركر تعملها كده. بس هنا انت عملتها بالماركر وهنا انت اشتغلت الدايرة انها سيركل، فانت مجرد ان انت شديت خط بالماركر كده في اتجاه زاوية الشمس كده، فاحنا فهمنا ان ده ظل الشجر، تمام؟ ده من أساليب الإظهار. هنا بيتكلم إن المفروض الظل بيعبر عن حجم وارتفاع الشجرة، يعني باين هنا إن دي شجرة صنوبرية اللي هي المثلثة دي، وهنا دي مجموعة شربس صغيرة اللي هي شجيرات صغيرة لأن الظل بتاعها مش عالي. وهنا بيتكلم على ان المفروض ان الظل بتاع الظل بتاعك يبقى بيبين التفاصيل اللي موجودة في الشجرة في الجانب المظلم بتاعها، يعني انت shadows should correspond to the texture on dark side of simple، يعني انت دلوقتي الدارك سايد هنا الشمس جاية من الناحية دي فده مضاء، وهنا الجزء اللي هو في ناحية الظل بتبدأ تبين تفاصيل في الشادو في الظل بتاعك شبه التفاصيل اللي موجودة في الشجرة اللي هو بيبين نوعها. دي انت ممكن يبقى تشتغل الظل بجري ماركر لون جراي، ممكن تدلها هاتشينج كده بتكستشر باترن معين، ممكن يبقى بلون اسود بلاك انك. وهنا احنا دي الباترنز بتاعت ده التكستشر بتبين بقى الماتيريالز اللي انت بتشتغل بيها. عندي حجر ستون، عندي وود ديك يبقى ده خشب، المالش ده يعني نشارة أو اللي هي تبقى اسمها إيه، أو ممكن تبقى في الجاردن زي هي ترجمة مالش نشارة، افهموها إنها نشارة وخلاص. فدي الماتيريالز المختلفة بتاعتك، كل حاجة بيبقى لها أسلوب في تهشير معين، لها أسلوب في تنقيط معين، لها باترن معين، ده اللي بتوضح بيه الماتيريالز المختلفة اللي انت بتشتغل بيها في اللاندسكيب بتاعك وانت بترسم اللي اوت بتاع الفيلا بتاعتك. هنا دي سيمبلز بتاعت أشجار اللي هي المورقة اللي بتوقع ورقها اللي ممكن توقع ورقها. دي السيمبلز بتاعت الأشجار اللي هي الصنوبرية
فده بيبقى شكله. هنا ال لو انا عندي مجموعة شربس، يعني هعمل سور شجري كده مجموعة شجيرات، اللي في هنا هتلاقوا ايه، يعني هي مكتوبة، يعني هو بيقول الوصف بتاعها وبعدين بيقول الرمز بتاعها اللي هو ايه، ايه اللي هي الاولى دي. Overlap circles clearly show individual plants. يعني أنا عندي في shrubs في 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 أو في نباتات individual، يعني جنب بعض ممكن تبقى مجموعة circles كده والتقاطع بينهم ظاهر، اللي هي B دي illustrative samples with texture show outline of overlap plants. يعني شايفين هنا هو مبين التكستشر ان هي التكستشر بتاعها ظاهر. في سي هنا ان الدوائر المتقاطعة دي من بره بولد ومن جوه خفيف، من بره بول ده هو، من جوه التقاطعات معمولة بلاين خفيف، والأخيرة دي بتدي indication إن الشجر ده مقصوص، فممكن تبقى بالشكل ده. دكتور ليش، هو كان ايه الفرق بين A و C؟ لان انا ما فهمتش قوي الاثنين، مش الاثنين overlapped. بس خد بالك في اللي فوق هو سايب الاوفرلاب تقيل، لكن هنا في C الاوفرلاب خففه خالص، خدت بالك؟ طب وده بيفرق في ايه؟ ده اسلوب وده اسلوب، انت ممكن تعمل كده او ممكن تعمل كده، يعني ما بيفرقوش في حاجة على الحقيقة، يعني هو اتنين ريبريزنتيشن لنفس الحاجة؟ بس ده طريقة عرض ودي طريقة عرض، ده أسلوب وده أسلوب. شكرا دكتور. عفوا. هنا ده indication ان انت عندك في مجموعة نباتات، يعني بس ان انت في مجموعة نباتات within ground covers يعني انت ايه، في مجموعه نباتات زي اللي انت كنت تسال عليها دلوقتي يا باشمهندس اللي على اليمين دي، هو شايف عامل الدوائر الثقيله من بره والجزء الاوفرلاب من جوه خفيف. هو هنا عايز يقول ان في عندي في مجموعه نباتات وفي في النص في ground cover أو حاجات منطقة فيها ورد، فده طريقة indication اليمين طريقة التعبير ودي طريقة تعبير اللي على الشمال. وهنا دي السيمبلز المختلفة للمواد المختلفة اللي انت ممكن تشتغل بيها، المجموعة اللي على الشمال واللي على اليمين دي هو عايز يقولك ان ايه، ان شايفين ده اسفلت وده كونكريت، تمام؟ طريقة حط النقط حاجة بسيطة قوي، الفرق بينهم بسيط، بس دي ماتيريال ودي ماتيريال، يعني شايف الكونكريت بنعملها ازاي والاسفلت بيتعمل ازاي. يعني ايه، هما الاثنين بننقط لهم، بس هتلاقوا الكونكريت غير الاسفلت، تمام؟ دي الكونكريت اخف من الاسفلت،
ولو ترجعوا في الأول خالص طريقة بتاعت التنقيط بتاعت العشب مختلفة. فإحنا بيبقى عندنا كل ماتيريال بيبقى لها طريقة معينة في الإيه في الـ في الـ يعني الكثافة بتاعت النقط بتاعتك ممكن تغير المعنى اللي انت بتقوله، تفرق مادة عن مادة. يعني هنا الأسفلت يفرق عن الكونكريت، يفرق عن العشب اللي هو اللون اللي احنا شفناه في الأول. ممكن نرجع له عشان تبقوا اهو، ده عشب، ده مقصود بيه عشب، وباين في المسطحات الواسعة اهو، شايفين بنعمل كده على الاحراف ثقيل حوالين الشجر نفسه، بننقط جامد كده حوالين، شايفين حوالين الحرف، الحرف بتاع الممر ده اهو، وحوالين الشجر. يبقى ده مفهوم ان ده عشب، ده كونكريت. هنا يقصد ان اللي هي الستبس دي كونكريت برضو، ده باين ان هو ممكن يبقى حجر او زلط او 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 او. المهم دي الديفينيشنز بتاعت السيمبلز بتاعتك، يعني شايف الحجر ده الزلط، البيفينج بتاع الستون ده، دي الحجر ده اسمه فلاج ستون، حجر متشطف كده جنب بعضه، دي فلاج ستون ويز مورتر جوينتس، يعني في الجوينتس اللي بينهم الخرسانه، دي الجوينتس اللي بينهم في عراميس خرسانه كده بينهم، يعني في جوينتس خرسانه هنا من غير جوينتس. دي في مجموعه دي ستون وجرافل، يعني في حجر وزلط، لكن دي rounded stones يعني حجر بس الحروف بتاعته مدورة. فانت بتختار الماتيريال اللي انت هتشتغل بيها. اعتقد دي خلاص اخر سلايد. فمرسي لكم يا باشمهندسين، عارفة ان المحاضرة كانت طويلة بس هي محاضرة مهمة، واتمنى تكونوا استفدتوا. في حد عنده اي استفسار او اي سؤال؟ دكتور، هي المحاضرة دي داخلة في الميد تيرم صح؟ مفروض أي حاجة خدناها قبل الميد تيرم معانا. اوكي زين. طب أنت ليه مخضوض؟ يعني هو إحنا، أنا بس عايزة دلوقتي أوريكوا التمرين عشان تعرفوا إحنا هنعمل إيه، بس اللي أقدر أقوله لكم إن أنتوا اهو الاسايمنت بتاعنا. هنا بقى ما حطيتلكوش البلان تاني بتاع اللي هو اللي موجود في الـ في الـ في الفرنتشر، وال دي الارض اللي انتوا هتشتغل عليها، لكن كان المفروض احط لكم البلان اللي هو بتاعكم، اللي هو بتاع assignment اللي قبله، هو بتاع assignment 2. البلان ده اللي هتعملوا له لاي اوت. تعالوا نقرأ كده الأسايمنت سوا.
دكتور هي الأسايمنت دي هتتسلم الخميس ولا هتبقى زي متابعه كده اشوف احنا عملنا ايه وبعدين الخميس اللي بعد الميد تيرم؟ ما هو احنا هنتفق دلوقتي ان احنا مش هنعمل كل الحاجات المرعبه دي مره واحده، هنقسمهم. ما هو يعني انا مش عارفه انتوا وراكم ايه، ما انا عارفه ان انتوا وراكم حاجات كتير، فاحنا يعني ايه الستاف قلبه عليكم فبيحاول ان احنا نخفف عليكم الدنيا. فالدكتورز صراحة كده ان الدكتورز قالوا لي ان انا بلاش ان انا نخليكم تسلموا كله، ان ما تقلش عليكم في تسليمة جاية عشان في تسليمات تانية، فاحنا هنقسم الدنيا. التمرين الاول نعرف هو ايه اللي مطلوب دلوقتي، البلان بتاع التمرين رقم 2 اللي انتوا شفتوه تمام، ده هنا مفروض ان احنا هنعمل له ايزومتري 1:100 تمام، وهنعمل له لاي اوت 1:100، وهتوقع اللاي اوت بتاعك ده في الارض اللي انتوا شفتوها دي. اللي هي دي تمام، اللي هي 25 وجهتها على الشارع 25 في عمق 35، والمفروض ان انت الثلاثة متر ونص دول ده عرض الرصيف. يعني انا عامله لكم يعني الاساس ان المفروض يبقى فيه رصيف محترم يعني، فعامله لكم رصيف 3.5 متر، يعني انت بقى ايه تاخد الكيرف وانت بتدخل العربية كده ويبقى مريح والدنيا تمام. وده اتجاه الشمال بتاع الارض. طيب المرة الجاية مطلوب منك بس ترسم اللاي اوت وتحطه في مكان في الارض بحيث ان يبقى عندك في فرونت يارد اللي هي هتبقى اول لما تدخل من باب البيت باب الفيلا، وفي باك يارد اللي هي في ايه في ظهر المبنى. فانت هتوقع المبنى بتاعك مكانه فين، انت اللي هتقول يعني، ده قرار شخصي لكل واحد فيكم. ده التمرين بتاع ده المره الجايه بس، ان احنا في لاي اوت ده هيتسلم في نهايه السكشن تمام، ان انا اللاي اوت متوقع في الارض دي. يعني انت حضرتك هتجيب اللوحه وترسم الارض حدود الارض وترسم اللاي اوت فيها في المكان اللي انت هتختاره بحيث ان يبقى عندك فرونت يارد وباك يارد. طيب نشوف بقى بقيه المطالب اللي هتتسلم بعد الميد ترم. عندنا يبقى اللاي اوت ده هنرسمه كام؟ 1:100. انتوا كنتوا بترسموا البلانات بتاعتكم 1:50، هنعملها 1:100. 1:100 اللي هو السنتي بمتر، يعني ايه هيبقى مقاسه اصغر. طب دكتور الايزومتريك معاهم برضو؟ لا المره دي ايزومتريك، لا المره دي لاي اوت بس. الايزومتريك واللاندسكيب بعد الميد ترم. هيبقى عندك بقى ايه اللاندسكيب ان يور فيلا لاي اوت، دي الايه الاليمنتس اللي احنا اتكلمنا عليها في المحاضره اهو. لاندسكيب كومبوننتس جراج فور وان كار، يعني انا مش عايزه غير جراج لعربيه واحده بس، عشان بس ايه ما تعملش جراج كبير، انا عايزه عربيه واحده فقط. ان اوتدور ارايفل اند انتري سبيس اللي هي مكان قبل مدخل البيت عشان اقابل فيه الضيوف زي ما اتكلمنا عنه في المحاضره. ايتينج اور دايننج سبيس، يعني انا في مكان للاكل هيكون موجود عندي فين في اللاندسكيب. عايزه يبقى فيه برجوله اور جازيبو، دي او دي
وعايزاك تختار swimming pool بالشكل اللي انت هتحدده وبالمقاس اللي انت هتحدده، وطبعا green areas مناطق خضراء فيها trees يعني أشجار، shrubs شجيرات صغيرة، واللون اللي هو العشب النجيلة، والpedestrian paths ممرات للمشاة. ما هي الناس مش هتبقى بتمشي فوق يعني في لازم يبقى في ممرات للمشاة. ونوت locate the building in the land plot according to your landscape design. Make sure that there are a front yard and a backyard for the villa. ده اللي انا قلته لكم اللي احنا هنعمله المرة دي، ان احنا هنوقع layout بتاعنا. في layout بتاعنا المبنى layout بتاع المبنى بتاعنا هنوقعه في الارض وفقا لتخيلك للتصميم بتاعك، وهنحط الـ 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 الحديقة الأمامية فين والحديقة الخلفية فين. تمام. طيب ايه تاني عندنا؟ الـ evaluation criteria بتاعتك اللي هو right projection and coordination of drawings. Right pin assignment. Right pin assignment يعني العالي وال يعني احنا قلنا ايه، المبنى بيبقى اتقل حاجة، بعد كده الاشجار، الحاجات اللي كانت موجودة في المحاضرة. يعني انا زي ما انا باصص من فوق فاعلى حاجة ثم الاقل الاقل الاقل، وقلنا ان الهاتشنج والحاجات دي بتبقى اخف حاجة، اللي هي بتاعت الماتيريالز بتاعت الارضيات والتقسيمات الارضيات وكده بتبقى اخف حاجة. Completeness of landscape elements in between layout. والaccuracy الدقة والneatness والcompleteness of drawings، وان الرسومات تبقى كاملة ويبقى فيه neatness وفيه دقة. وزي ما انا دايما بقول للطلبة اللي من سكشن، في حد هنا من سكشن 4 او 5؟ ايوه مع حضرتك. كده طيب كنا بنقول ايه بقى؟ ايه الثلاث حاجات اللي بنقولهم دايما؟ حد في السرعة والدقة والنظافة. ايوه. اسمك ايه باشمهندس؟ مين؟ انا جزار، محمد جزار. جزار، محمد الجزار. والباشمهندسة مين؟ انا سما يا دكتور. اسمي سما. يبقى احنا ايه زي ما اتفقنا ثلاث حاجات مهمين قوي، سرعة، دقة، نظافة. تمام. ده بالإضافة لبقية الكريتيريا. طب سرعة، دقة، نظافة. السرعة احنا لسه بنتدرب على ان احنا سرعتنا تبقى أفضل، لكن ان شاء الله مع آخر السنة دي هتبقى سرعة ودقة ونظافة عشان الامتحان ان شاء الله. بالتوفيق ليكم يا باشمهندسين، ربنا معاكم. الامتحان انا ما اقدرش امتحنك دلوقتي في ان انت ترسم لاندسكيب، لان انت لسه ما اتدربتش عليه في السكشن، فبس لغايه ان انت ترسم لاي اوت، لغايه التمرين الاخير اللي انت هتاخده ان انت ترسم لاي اوت اقدر امتحنك. تمام. لكن ان احنا ان انت تعمل ديزاين لللاندسكيب دي مش هينفع امتحنك فيها، لان انت لسه ما سلمتهاش او ما دربتش عليها. لكن يعني لو حصل وكان في حوض زرع جنب مدخل مش هتعرف ترسمه؟ يعني انا بفترض، يعني انا لو انا هيبقى في حوض زرع جنب السلم في مدخل، مش هتعرف تعمل له ترسم الهاتشنج لشويه زرع وشجرتين ولا ثلاثه صغننين او شجره كبيره او ايا كان، يعني اقصد حاجات بسيطه قوي مش هتعرف. يعني حد يرد عليا دكتور؟ احنا يعني لو جه حاجة زي كده بنرسم بس الجزء ده، ولا كمان بنعمله اظهار مثلا بالرصاص او حاجة زي كده؟
على قد ما تقدري حاولي تقلدي حاجات شبه الإخراج اللي موجود، الحاجات الموجودة في المحاضرة مثلا. لكن أنا ما أقدرش إن أنا أمتحن ميد ترم في لاندسكيب كبير، وإن أنت تبقى فيه حاجات أكتر من ألمنت تحطهم جنب بعض. بس عشان السؤال اللي حد من الزملاء كان بيسأل في الموضوع ده، لكن أنتوا على الأسبوع الجاي إن شاء الله يوم الخميس بأمر الله ترسموا اللاي أوت على لوحة فيها الأرض بتاعتكم، وتحطوا المبنى في مكان مناسب إن أنا يبقى فيه فرونت يارد وباك يارد. في أي أسئلة تانية يا باشمهندسين؟ يا دكتور لو أنا طب واحد واحد مين حد رفع ايده ولا حاجة؟ نرهان وحسين، معرفش مين فيكم بقى اللي رفع ايده الاول، بس بعد اذنك حسين ladies first. تفضلي يا نرهان. دكتور، هو طالب برجولة، هو البرجولة دي غير البرجولة، يعني هنزود برجولة غير اللي في المبنى نفسها؟ يعني كان في اتنين كده في المبنى اصلا. طب خلاص it's okay، يعني مش لازم ازود ولا يعني عايزة تحطي جازيبو في الارض ماشي، مش هقولك لا. تمام ماشي تمام. ميرسي نورهان. تفضل يا حسين. لو سمعت يا دكتور، كان عندي بس سؤال في امتحان النت، هو بيبقى الوقت بتاعه ساعة ونص فعلا؟ لا ساعة. البرزنتيشن الوقت بتاعه ساعة؟ انا لسه عارفة امبارح من دكتور حنان صبري. طب دكتور احمد كان قايل لنا ساعة ونص. ما هو انا لسه المعلومة بالنسبة لي، يعني احنا بيبقى على حسب ما إدارة الكلية بتبقى بتحدد. فهو ال امبارح دكتورة حنان صبري قالت لي هيبقى ساعة. طب تمام. ده هو بيطلب فيه يعني كم سؤال ولا؟ ما تقلقش، بيبقى بنبقى عاملين حسابنا كويس قوي على الوقت ليك، فدي حاجة ما تقلقكوش. احنا مدركين ان انتوا دلوقتي، يعني انت لسه طالب في سنة اولى، انت لسه بقالك كم اسبوع لسه بترسم معماري، فأكيد كل الحاجات دي احنا واخدين بالنا منها أكيد. تمام يا دكتور. في مين تاني رفع ايده؟ مصطفى. دكتور، هو احنا لو ما كملناش اللي هو المطلوب مننا في ده نكمله عادي في السكشن يوم الخميس، ولا هو هيتسلم اول ما هنروح؟ لا، كملوا في السكشن. تمام، يعني هو شغلنا اصلا في السكشن هيبقى على الاسايمنت ده. كمل شغل في السكشن عليه. تمام. عشان انتوا عندكم تسليمة السلم المرة دي صح؟ هي علينا تسليمة السلم بس. انا ما اعرفش انتوا عليكم تسليمة ايه، انا ما اعرفش تسليماتكم، انا ما اعرفش، انا بسال. انا عارفه ان انتوا عندكم في ارك 141 في سلم هيتسلم، ده اللي اعرفه، لكن ما اعرفش 122 في ايه. هتشتغلوا لسه على المشروع صح؟ صح يا باشمهندسين ولا ايه؟ انا مش عارفه تسليماتكم ايه. انا بكلمك ان انا يعني رفقا بيكم بالنسبه لتسليمتي انا، اشتغل خد يعني سلمها اخر السكشن. مصطفى انت معايا ولا ايه؟ ايوه يا دكتور مع حضرتك. تمام، هيبقى في نهايه السكشن. في حد تاني ليه سؤال؟ نرمين. دكتور معلش، هو كان في تقريبا معيدين قالوا السكشنز يعني ان احنا علينا بلان الدور الاول بتاع المطعم اللي هو الماكت. طب خلاص يبقى انا ما اعرفش التسليمات ايه بتاعه المشروع. انا ما عنديش درايه بالخريطه كامله عشان ابقى امينه معاكم. فانا بقول بالنسبه لي انا
تسليماتك زي ما هي، هتسلم السلم، هتسلم حاجة في المشروع بتاع المطعم، اشتغل طبيعي خالص، تسليماتك زي ما هي بالإضافة لتسليماتك اللي انت عارفها، هتبدأ تشتغل في اللي اوت وتكمله، وفي نهاية السكشن هتسلمه. تمام؟ بس احنا ما حدش قال، يعني المايدين بتوعنا ما قالولناش ان احنا علينا التسليمة دي، فكنا مستنيين لكتشر عشان نتأكد من حضرتك بس. تسليمة ايه بالضبط؟ لا بس عشان ما تقولونيش كلام، انا دلوقتي بتكلم بالنسبة فيما يخص مشروعي، فيما يخص تمرين بتاع محاضرتي. التسليمات التانية انا ما عنديش عنها فكرة. تمام، شكرا دكتور. لكن انتوا الطبيعي ان انتوا المرة اللي فاتت اشتغلتوا في السلم، فاكيد السلم هيتسلم. نرمين. ايوه مع حضرتك. فالتسليمة التانية بتاعت المشروع انا معرفش دكتور احمد طالب منكم ايه، فانا اللي دكتور احمد هيقول لكم عليه هيكون يعني. لكن انا بالنسبة لي انا هستلم منكم اللوحات دي، هنستلمها اخر السكشن. تمام؟ تمام، شكرا يا دكتور. عفوا. عمر تفضل. معلش لو سمحت يا دكتور، بس هو الميد ترم مثلا هيكون ساعة واحدة، هل هيجي لنا حاجة زي الاساينمنت؟ لان الاساينمنت بياخد من اكتر من 6 ساعات. ما تقلقوش خالص من حكاية الوقت. لو احنا يعني according يعني وفقا للوقت المتاح هيكون السؤال، ما تقلقش. طب احنا مثلا لو عايزين نذاكر له يعني نذاكر حاجة او نذاكر يعني تمارينك وشغلك، الحاجات اللي انت خدتها، يعني الحاجات اللي انت درستها خلال الأسابيع دي راجعها، بص عليها. حاجة انت حاسس نفسك ضعيف فيها، درب نفسك عليها. تمام، شكرا. اتعود على السرعة، ان انت تبقى بترسم بسرعة، وزي ما بقول دايما في حاول تدرب نفسك على سرعة ودقة ونظافة. دايما في الامتحان سرعة ودقة ونظافة، يعني انت تدرب نفسك في الامتحان ان انت تبقى سريع وشغلك فيه دقة ونظافة. مين تاني؟ في حد تاني عن سؤال؟ سمر تفضلي. دكتور هو انا مش فاهمه في اساينمنت السلم الفوتو دي هرسمها ازاي، او هو ايه المطلوب؟ زي ما دكتور عبير قالت لكم، انتوا المفروض ان انتوا اعتقد ان هي صوره ان انت تصوري سلم حقيقي تحطيه. انا تهالي قريت في التمرين كده، بس انا ثانيه ارجع للتمرين، انا مش معايا دلوقتي، بس ثانيه اشوفه على الموبايل، مش معي على اللابتوب يعني. A photo of a staircase you consider innovative, annotated with brief description of the stair and why you find it innovative. طيب ايه المشكلة؟ اني برضو مش فاهمة انا مفروض اعمل ايه، او مش متخيلة مفروض ارسم ايه او اعمل ايه. انت هتحطي صورة، انت شايفة ان انت بتعتبري you consider، انت يعني انت you consider innovative، يعني انت شايفة ان السلم ده فيه ابداع مختلف مميز.
وهتقومي يعني نرسمها ولا نطبعها مثلا؟ لا تطبعيها، فوتو، فوتو صورة. تمام. اه تمام. You consider innovative، يعني انت بتعتبري ان الـ 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 السلم ده فيه حاجة إبداعية، وبتبدأي تكتبي وصف للسلم ده. تمام تمام. تشرحي، تبدأي تشرحي وتوصفي، يعني تحطي شرح ووصف للسلم ده، وتقولي انت ليه شايفاه في ابداع، يعني ايه وجهة نظرك في شايفه في الابداع اللي فيه فين، يعني بسيطة يعني. تمام شكرا. عفوا يا سمر. طيب حد تاني عنده سؤال؟ تمام يا دكتور. هو بس اخر حاجة، هو assignment اللي هو اللي حضرتك قلتي عليه النهاردة ده هيبقى لاي اوت تو سكيل 1 تو 100، وهنرسمه لاي اوت بس من غير لاند سكيب. المرة دي بس، بعد كده هنكمل عليه، يعني احنا هنرسم جزء منه، يعني احنا هنرسم ال هناخد رقم 2 فيه اللي هو لاي اوت فور ذا فيلا سكيل 1 تو 100، ودي مقاسات الأرض اللي انتوا واخدينها، وانت هتوقع والنوت اللي تحت دي locate the building in the land plot according to your landscape design. تصورك بقى للديزاين، احنا دلوقتي ما بدأناش الديزاين، فتصورك للديزاين بتاعك هتعمل ايه بحيث ان يبقى فيه front yard وباك يارد عندك للفيلا. تمام؟ تمام شكرا. عفوا يا حسين. في أي أسئلة تانية يا باشمهندسين؟ تمام شكرا جزيلا، أشوفكم على خير إن شاء الله يوم الخميس. دكتور سؤال بس. صح يا عبد الله، صح، أنا آسف معلش. هي في عبد الرحمن، آسفة مش عبد الله، عبد الرحمن. أسايمنت السلالم، كان في طالب مننا الايست اليفيشن، الايست اليفيشن هم مش مدينا اصلا سهم الشمال، فاحنا هناخد الايست اليفيشن على ايه بالظبط، او هنرسم الواجهه من بره من ناحيه اليمين وخلاص ولا ايه؟ ثانيه ابص على الاساينمنت تاني. معلش انا تعبك يا دكتور. لا ابدا. طيب ممكن ترجعوا لدكتور عبير في دي، لان ده الاساينمنت بتاع الدكتور عبير. ف فياريت ترجعوا لدكتور عبير. الدكتور عبير مش معانا هنا. ممكن تبعتوا لدكتور عبير على تيمز وتسألوها، لأن هي الدكتور هي اللي بتقدر تفيدكوا في كده. أنا ما أقدرش أقول لك أعمل أنهي واجهة فيهم، هل الواجهة الأمامية للسلم ولا جانبية، فاسأل الدكتور. تمام يا عبد الرحمن. تمام يا دكتور، شكرا. عفوا. أي أسئلة يا باشمهندسين؟ أشوفكم على خير، وربنا معاكم جميعا في رعاية الله. السلام عليكم.